شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات دي نصرنا، والصحراء الصفراء تخدرا، وساعدنا بإيدنا نطورا، بسم الله على الله توكل. حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عودنا، واللي بينوي بجد بيقدر، لما يهل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحرية. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من سيزرع مليون. النهارده عندنا فقرات مهمه ومشرفنا كمان ضيوف كرام. في البدايه عندنا فقره اولى مشرفنا فيها دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروه الحيوانيه في وزاره الزراعه، وكمان مشرفنا ابطال عظام من مشروع المليون ونصف مليون فدان، طبعا اعظم مشروع في وقتنا الحالي في مصرنا الحبيبه. والابطال دول عندهم يعني يمكن نقول قدرات متميزه، متميزين في كل حاجه. اول حاجه متميزين فيها الجلد، طبعا عندهم يعني مشاكل صحيه، عندهم بعض الاعاقات الجسديه، ولكن عندهم العبقريه والجلد في شخصيتهم بشكل بارز جدا جدا. مشرفنا استاذ عمر احمد محمود، واستاذ ايمن صابر محمد، واستاذ محمد عبد الفتاح الجندي. هنتكلم معاهم عن مشروع المليون ونص فدان، وكمان بالاخص يعني الأرض اللي تخصصت لهم في غرب المنيا، وطبعا غرب المنيا مكان بعيد، ومكان الوصول ليه يمكن كان في الأونة السابقة شاق ومش سهل على أي حد، لكن تحدي كل الظروف الصعبة وقدروا بالفعل ينزلوا على أرض الواقع بمنتهى القوة يبتدوا في مشروعهم. لكن في البداية زي ما عودنا حضراتكم هيكون معانا مجموعة من الأخبار، نبتديها بخبر من وزارة الزراعة بنتكلم فيه عن تحصين حصل خلال الأسبوع اللي فات دوت. طبعا احنا عارفين ان الوقاية مهمة جدا جدا، والتحصينات امر بينتظره فلاحين مصر كلهم. الزراعة بتعلن انها بتحصن خلال الأسبوع السابق من خلال حملة قوية خاصة طبعا بالحمى القلعية والوادي المتصدع. أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزيرة الزراعة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدجنية أن الأطباء البيطريين في أنحاء مصر مستمرين في حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلعية. وكمان اتكلمت ان بدأت الحملة الأسبوع الماضي وفي استمرار ليها لمدة شهر علشان تقدر تجوب كل أنحاء الجمهورية وتوصل لكل منازل الفلاحين. كمان أكد اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية أن حصيلة الأعداد المحصنة طبعا حصيلة كبيرة جدا تعدت 77,000 أبقار وجاموس وأغنام، منهم طبعا خلال الأسبوع اللي فات ده كان العدد، ودي تاني حملة تقريبا خلال عام 2018. وكمان أضاف سيادة اللواء أن هناك إقبال شديد من المواطنين، وأن اللجان بتقوم بترقيم الحيوانات غير المرقمة. وطبعا مسألة الترقيم دي مسألة في غاية الأهمية، فمعنى كده أن في حالة من الوعي بدأت تكون موجودة بشكل جيد وملحوظ، وده بيبان طبعا في كثافة إقبال المواطنين.
عندنا خبر كمان بنتكلم فيه عن محطة بحوث البساتين بالقصاصين تستحدث طريقة جديدة لزراعة العنب لتحقيق إنتاجية عالية. طبعا احنا في أشد الحاجة ان يكون عندنا دايما استنباط لأصناف جديدة تدينا إنتاج أكبر. الخبر بيقول أكد الدكتور ربيع مصطفى مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء أن محطة بحوث البساتين بالقصاصين استحدثت طريقة لزراعة العنب بطريقة مكثفة تحت إشراف دكتورنا العظيم دكتور مجدي بانوب باحث بقسم العنب بالمحطة. واستحدث طريقة لزراعة العنب بطريقة مكثفة بنفس مساحات الزراعة بالطريقة التقليدية وهي 23 متر، ولكن تتم الزراعة على مصاطب عرضها 50 سنتيمتر، وتتم الزراعة بطريقة رجل الغراب وبنفس المسافة 23 متر قدر يوصل ان يكون في 1400 يعني الكرمة تسمى الكرمة بالمقارنة بالطريقة التقليدية اللي كانت بتقدر تدينا عدد الكرمات 700 كرمة. معانا مداخلة تليفونية مشرفنا بالاتصال دكتورنا العظيم دكتور مجدي بانوب. اهلا وسهلا بك يا فندم، باحث في المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء وصاحب البحث. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني ما شاء الله بحث حضرتك بالتطبيق أثبت نجاحه بشكل جيد وقدر يوصل لشبه مضاعفة للكمية اللي كانت ممكن تزرع في نفس المسافة. ممكن حضرتك تشرح لنا يعني محاور البحث بتاعت حضرتك والتطبيق والخطوات اللي حضرتك قمت بيها للوصول للنتائج الهائلة دي؟ اتفضل يا فندم. تحت امر سعادتك. هي الفكره اولا اتنشات او جت ان احنا كمحطه منطقه شرق الدلتا اللي هي اسماعيليه والسويس وبورسعيد ومنطقه شمال سيناء بنتقابل مع المزارعين. فبص الاقي بعض الناس كان عندهم مشاكل، يقول لك انا عندي مساحات صغيره بس انا نفسي ازرع عنب بس عندي مساحه صغيره، طب اعمل فيها ايه؟ وبعدين الاهم من كده ان العنب تكاليف الزراعة بتاعته بتبقى مصحوبة في عملية التدعيم بتاعة العنب. فأصبح النهاردة عندنا مشكلة لازم نحلها بالنسبة للمزارعين أو للمستثمر نفسه. فبدأنا نفكر إن إحنا نزرع العنب بطريقة عش الغراب أو رجل الغراب، أنا آسف، بطريقة زراعة رجل الغراب، بحيث إن أنا المسافات الزراعة عندي المسافة بين الصفوف بتبقى 3 متر والمسافة بين الكرمات 2 متر. فانا عملتها بشكل مصطبه، المصطبه دي داخل الخط الواحد عرضه 50 سم. وبزرع الخط عندي على مسافه 2 متر وعندي رجل الغراب بزرع انا التكليفه رجل الغراب عندي كمان كرمات او شكلات جديده. بالطريقه دي المحصول عندي هيزداد عندي، يعني مثلا لما باجي ازرع 700 شكله في الفدان انا النهارده بريق رجل الغراب هتاخد 1400 شكله للفدان. وبالتالي هتزداد عدد الشتلات وبتبدا بعد كده يزداد الانتاج. طيب انا النهارده حاولت ان انا احل مشكله ان انا التدعيم بتاعي الفدان كان بيتكلف النهارده من 5 الى 10,000 جنيه وربما يوصل ل 12 او 15,000 جنيه على حسب طريقه التدعيم. طب انا النهارده انا زرعت ضعف المساحه اللي عندي، فاصبح مساحة الفدانين بزرعهم في فدان، يبقى طريقة التدعيم اللي بعملها قللت من التكاليف بتاعة طرق التدعيم اللي موجودة عندي. يبقى أنا وفرت النهاردة على المزارع. ده مش بس كده، ده إحنا بدأنا نعمل تجارب تانية داخل محطة بحوث البساتين في القصاصين. إن إحنا أهم آفة عندي بتصيب شكلة العنب أو كرمة العنب في المستقبل هي آفة النماتودة. بدأنا نستخدم بعض النباتات الطبية العطرية اللي أنا أقدر أحطها في التربة علشان تقاوم النيماتودة، يبقى أنا بقلل التكاليف على المزارع. ده مش بس كده، دخلنا برضو في العنب إن إحنا بدأنا نغطي منطقة التربة اللي موجودة عندي أغطيها بقش الرز لمنع خروج الحشائش. يبقى بالطريقة دي أنا قللت من تكاليف المبيدات المستخدمة في رش الحشائش وقللت من استخدام التكاليف في المبيدات المستخدمه في مكافحه النيماتوده. وبالطريقه دي كل حاجه انا بستخدمها بقى انا مواتير الرش بدل ما كنت بستخدم كذا رشه مثلا فدان بياخد 3 4 رشات لمقاومه صفر معين
او بضيف عندي عناصر غذائيه ببدا ارش بيها، عشان كنت ارش بيها فدانين. انا لما بنزلها دلوقتي في الفدان المكثف بنزله فدان كاني رشيت فدانين، قللت التكاليف بالطريقه دي على المزارع او المستهلك، وسمحت للناس كلها ان اللي عنده حتى اقل مساحه موجوده انا ممكن اخليه يزرع بيها. دي كانت الفكره اللي احنا اشتغلنا عليها في محطة بحوث البساتين في القصافين، وأنا تحت أمر. واضح يا دكتور إن حضرتك اشتغلت على كافة المحاور، ما اهتمتش فقط بزيادة الإنتاج، واضح إن حضرتك اشتغلت على أقصى استفادة من البحث بتاع حضرتك، لكن خليني دايماً بسأل عن دور وزارة الزراعة مع الباحثين، واضح إن الباحثين برضو بيعانوا وبيئنوا من تعاون وزارة الزراعة معاهم. طبعا مسألة شائكة ومش معروف المشكلة فين لحد دلوقتي، هل المشكلة عند الباحث في ضعف التواصل ما بينه وما بين وزارة الزراعة، ولا في البيروقراطية اللي بتغطي التعامل ما بينها وما بين الباحثين، ولا عدم الاهتمام بالبحث العلمي في مصر؟ خليني أسأل حضرتك عن الجانب ده، هل حضرتك لقيت رعاية بشكل ما أو كان في تعاون أو مرونة وسهولة إنك تطلع بحثك بشكل جيد تستفاد بيه الناس كلها؟ أنا هقول لك حضرتك في البداية أنت ذكرت نقطة كويسة جدا اللي هي حكاية الإمكانيات اللي تتيح للواحد لعمل البحث أو نقدر نعمل شيء يفيد عندنا البلد، يعني البحث يبقى بحث تطبيقي مش بحث علمي وخلاص. الحقيقه ساعدنا في الكلام ده بدايه من الاستاذ الدكتور جمال فرحان اللي هو رئيس الاداره المركزيه، الاستاذ الدكتور ربيع مصطفى اللي هو مدير المحطه، مدير المحطه طبعا في الدلتا. دول بصراحه جم نزلوا بالصدفه، يعني كانوا نازلين بمرور للمزرعه بالكامل، فشافوا الفكره عامله ازاي. بامانه ربنا والله العظيم الناس حبوا الفكره جدا، وقال لك اللي انت عايزه كله هنوفره لك، لان ده حاجه هيساعد بعد كده المزارع الصغير الشاب اللي بيحقد ارض ومساحات صغيره ونفسه ان يزرع عنب هيبقى متاح اليه. لا شوف انت طلباتك واللي انت عايزه كله نبدا نوفره. يعني كان في حسن تعاون. فعلا حصل من الاداره المركزيه للمحطات، طبعا كلنا تابعين لمركز البحوث الزراعيه، وتابع انا القسم بتاعي لمعهد بحوث البساتين قسم بحوث العنب، بالاضافه ان محطه بحوث البساتين في القصافين ما تاخروش، لا عايز عماله، عايز كيماوي، عايز سندات تحطها جنبنا. بصراحه الناس وقفوا علشان يبقى البحث ده بحث تطبيقي فعلا، مش فكره بعمل بحث وبنشره، لا ده بحث عشان خاطر نبدا نشتغل بيه ونبدا الناس كلها اللي عندها حب لزراعه العنب تزرع العنب. بشكر حضرتك، بشكر حضرتك يا فندم، ومن نجاح لنجاح، وطبعا كل التقدير لكل باحث بيسهر الليل عشان يطلع نتائج إيجابية يستفاد بيها المجتمع ككل. بشكر حضرتك مرة تانية. معانا خبر أخير بنتكلم فيه عن انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لمؤسسة المبدعين العرب برعاية رئاسة الوزراء والمنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية. طبعا كان في حضور كبير لكثير من المسؤولين والنواب والباحثين والمستثمرين المصريين والعرب، وتغطية إعلامية مصرية وعربية بشكل جيد وشامل. المؤتمر كان عنوانه المستثمر العربي والزراعة بين التكنولوجيا الحديثة ووفرة الأيد العاملة. طبعا أولا يعني أنا شخصيا بحيي اللي اختار اسم الحدث واسم المؤتمر، لأنه بيتكلم في مسألة مهمة جدا جدا، وعنوان واسم المؤتمر معبر جدا عن أمر بيهم كل المجتمع العربي والمصري. خليني أقول إن التكنولوجيا الحديثة تقدر تساعدنا في أمور كتير جدا، مع التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، مع طبعا التكلفة الباهظة لمستلزمات الزراعة، مع تكلفة العمالة اللي بتزيد، الأمور دي كلها لازم تدفعنا إن احنا نشتغل على التطوير في طريقة الزراعة بتاعتنا. لكن خليني أخد اتصال تليفوني من سيادة السفيرة الدكتورة سهير شلبي منسق عام المؤتمر. أهلا بحضرتك يا فندم.
دكتورة سهير. أيوة سيادة السفيرة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا بنرفع لحضرتك القبعة على التنظيم الهايل والتنسيق الخاص بالمؤتمر وعلى اختيار الاسم والمضمون المهم جدا للمجتمع المصري والعربي. ده في البداية يا فندم، لكن خلينا نتعرف من حضرتك على الفعاليات والنتائج اللي حضرتك بتشوفي إن خرج بيها المؤتمر. والله احنا دايما في مؤسسة المبدعين بنحرص ان احنا نقدم معلومة للناس بشكل مبسط، وفي نفس الوقت نحرص ان احنا نجمع المستثمرين بالمسؤولين بالشباب، بحيث ان احنا في النهاية نثمر ان شاء الله، حتى لو ساعدنا في مشروع واحد بس ان هو يتنفذ على ارض الواقع يبقى عملنا بصمة في المجتمع بتاعنا. فاحنا المؤتمر بتاعنا بيقول المستثمر العربي والزراعة، بين التكنولوجيا الحديثة ووفرة الأيدي العاملة. حرصنا إن احنا نقدم إيه هي أحدث التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة عن طريق المتخصصين، منها مدير معمل النانو تكنولوجي بمركز البحوث، ومنها حد متخصص دكتور سالم متخصص في البيوتكنولوجي، ومنها الدكتور الطحون ده برضو متخصص في الزراعة والتكنولوجيات الحديثة، وربطها بموضوع الاستثمار. جمعنا بعض المستثمرين العرب في اللقاء، كان معنا جنسيات عربية مختلفة، منها الاتحاد الاستثماري الجزائري، وكان منها ناس من ليبيا ومن اليمن ومن بعض الدول المختلفة ومن السودان طبعا الشقيق، بحيث ان احنا نقول للمستثمر في مشروعات مثمرة جدا في مجال الزراعة وبالتكنولوجيا الحديثة هتوفر عليك تكاليف كتيرة في عملية الانتاج الزراعي، بحيث انك تقدر فعلا تكسب كويس وتشغل الشباب معاك، بحيث ان احنا نقدم حاجة للمجتمع تزيد من الانتاج وتزيد من دخل للناس وتزيد في نفس الوقت من فرص عمل الشباب. طب هل يا فندم رواد الأعمال كان ليهم يعني فرصة لتقديم أعمالهم خلال المؤتمر؟ طبعا زي ما حضرتك عارفة إن في اهتمام في الوقت الحالي من القيادة السياسية بكل أصحاب رواد الأعمال، وبدأ يتم العمل على دعمهم بشكل كبير. طبعا حضرتك عارفة إن التكنولوجيا الحديثة شبابنا باستمرار بيظهر لنا عبقرة بالفعل، بيعملوا بعض الأفكار اللي بيقدروا ياخدوا عليها براءات اختراع، ومن هنا بنقول إن ريادة الأعمال بتحتاج رجال أعمال يدعموها، وطبعا من ثم الدولة تستفاد منها. هل في المؤتمر يا فندم كان في استفادة لرواد الأعمال منه؟ والله احنا عرضنا لبعض التجارب الناجحة فعلا، وهي بعض الناس اللي هي مقدمة مشروعات في مجال الزراعة اتكلمت عن مشروعاتها وخبراتها في المجال ده، وفي نفس الوقت قعدناهم مع الدكاترة الأفاضل المتخصصين في التكنولوجيا الحديثة، بحيث ان هو يقول له بدلا من انك تستخدم مبيد ضار او سنات خطأ او انك ممكن تعالج النباتات بتاعتك ومشاكلها بالاشياء الجديدة اللي هي بالمنتجات الجديدة في مجال الزراعة، وخاصة النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي، وان الامكانيات دي متوفرة بالفعل في مركز البحوث، ولكنها تنتظر المستثمر الذي يأتي الى المركز يتبنى الاجهزة التي يمكن بها تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة، بحيث ان يكون عندنا زراعة حديثة لا تستهلك تكاليف إنتاج كثيرة، سواء كانت في الأشياء اللي هي بتأتي للإنتاج الزراعي أو إن هي حتى الأدوات اللي هي بتستخدم لمقاومة الأسات وغيره وغيره. لا، أنا النهاردة ممكن باستخدام تكنولوجيات بسيطة أوفر تكاليف كتيرة جدا وأبقى كسبان في المشروع بتاعي. فكان معانا مستثمرين حكوا عن تجربتهم وسألوا الدكاترة الأفاضل إيه اللي ممكن يستخدموه عشان خاطر مشروعهم يزيد من الإنتاج ويزيد من الأرباح. واضح يا فندم إن المؤتمر مؤتمر دوري، لأن ده رقم 9، مظبوط يا فندم؟ تمام، احنا بنحرص على المؤتمرات اللي هي في مجال الاستثمار، بحيث ان احنا نقدم فايدة لمجتمعنا وللشباب،
فعشان كده بنعمل مؤتمر بشكل شهري في أماكن مختلفة، بحيث إن احنا نستهدف مجموعة من الشباب كل مرة في مجال خبرات معينة، سواء زراعة، سواء في أي ناحية من نواحي الاقتصاد، سواء أشياء معلومات تثقيفية أو أي اهتمام من اهتمامات الشباب. المهم إن احنا بنضع إيده على بعض النوعيات من الاستثمار اللي قد بيستفيد بها في ان هو يعمل مشروعه. طب هل بيكون في متابعه يا فندم بعد كل مؤتمر عن نتائج الاعمال؟ طبعا يعني في مؤتمرات كتير جدا موجوده يوميا، بنسمع طبعا عن جهات مختلفه واشخاص، شخصيات اعتباريه او شخصيات طبيعيه بتشتغل على انها تعمل مؤتمرات بهدف معين او لامر معين، لكن اللي بيميز مؤتمر عن مؤتمر هي المتابعه بعد المؤتمر للنتائج. هل حضراتكم بتتابعوا النتائج بعد تنفيذ المؤتمر؟ هل بيكون في اي همزه وصل ما بين من اعدوا المؤتمر والضيوف الحضور؟ يعني خليني اقول المؤتمر بمثابه ملتقى لاطراف مختلفه، هل بيحصل تغطيه فيما بعد علشان ما يكونش الوقت اللي كان في المؤتمر تم هدره؟ لازم يكون في متابعه جيده لانجاح المشروعات المنبثقه عن المؤتمر. في مؤتمر، احنا قبل المؤتمر، قبل يوم عقود المؤتمر، بنكون جمعنا عدد الحضور المسجلين اللي حابين يحضروا المؤتمر ده، اللي هو المستقبلين، ومع الناس اللي هي المتحدثه مع المسؤولين، بنعمل الوصف، وبنفضل بعد كده في متابعه مع الناس، لان خلاص احنا بقينا في تواصل او اتصال مباشر بيننا وبين بعض، واللي عنده مشكله في حاجه او عنده تعليق في حاجه او عنده اضافه او اي استفسار بيقدر يستفسر عنه مباشر في داخل الجروب، وبيلاقي الردود، واذا كان محتاجنا في حاجه احنا نقدر نقدمها او نساعد فيها او نقدر نوصل صوته للمسؤول، بنعمل كده فعلا. بعد مرور 9 دورات يا فندم لفعاليات المؤتمر، حضرتك بتشوفي من وجهة نظرك نسبة نجاح المؤتمر في تحقيق الهدف المرجو من تنفيذه، هل حضرتك بتشوفي ان هو منبر للدعاية للفكرة والمضمون اللي حضرتك بتشتغلي عليه؟ ومدى تفاعل يعني اللي حضرتك مستهدفاهم، هل بيتم فعلا التفاعل والاستفادة اقصى استفادة؟ رأي حضرتك ايه بعد مرور 9 فعاليات للمؤتمر؟ والله احنا الحمد لله بيكون في تفاعل بالفعل معانا، وفي ناس كثيره بتكلمنا على وسائل الاتصال المختلفه. بعد كل مؤتمر بيفضل في تواصل مع الناس دي، وان احنا دلوقتي 9 مؤتمر، وان شاء الله العاشر قريبا قبل منتصف شهر 10 ايضا، بحيث ان احنا فعلا بنحاول نقدم قيمه للمجتمع بتاعنا. جمهورنا الاساسي او المستهدف بتاعنا شباب المجتمع المصري، وايجاد فرص عمل حره له. انا مش من نوع احنا مش من نوع المحدد ليه ان الشاب ينتظر العمل الحكومي، بالعكس احنا دايما بندعو الشباب ان هو يعمل مشروع خاص، علشان يقدر يعمل مشروع خاص احنا بننوع فيه انواع في عرض الاستثمارات المتاحه في المجتمع المصري، وبندعو المستثمرين الكبار اللي معاهم يعني مبالغ كويسه يقدروا يفتحوا مشروعات كبيره، ان هي تستعين بهذه الشباب بصناعات او باشياء مكمله للصناعات بتاعتهم، بحيث ان يكون عند الشباب بيقدر يعمل مشروعات من مبالغ بسيطة أو مبالغ كبيرة. المهم إن هو يبدأ عمله الخاص، بحيث إن احنا بنبني رواد أعمال من الصفر والحمد لله، وبنحاول نرشدهم إزاي إن هم يقدروا يعملوا مشروعهم الخاص بهم بالأفكار بتاعتهم بهواياتهم بما يبدعون فيه. طبعا دور مهم جدا. بشكر حضرتك سيادة السفيرة الدكتورة سهير شلبي منسق عام المؤتمر، اتشرفنا باتصال حضرتك جدا، وسعداء جدا ان في للمرأة دور عظيم باستمرار بتقدمه على اكمل وجه، وباستمرار بتكون بارعة في تقديم الخدمة للمجتمع. بشكر حضرتك مرة تانية، وبإذن الله موفقين في الدورات اللاحقة، ونتابع مع حضرتك في الشهر القادم بإذن الله المؤتمر التالي. مشاهدينا الكرام، نخرج.
هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية، وهيكون مشرفنا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. انتظرونا. بإيدين أحلى شباب في الكون. مساء الخير عليكم جميعا. بنشكر السادة القائمين على المهرجان، وبنشكر تشريف السادة الضيوف. وأنا أحب النهاردة أهدي الجائزة اللي احنا أخدناها دي لكل الناس اللي بتحارب الإرهاب بالفكر، وبتحاربه بالإعلام، وبتحاربه بالتنمية. وبهدي طبعا الجائزة دي لأسرة برنامج بيبان الخير، وأسرة برنامج من سيزرع المليون، وباديها للسادة القائمين على النقابة العامة الفلاحين في مشروع المليون ونص فدان وشركة الريف المصري. وطبعا بنهديها لكل رجالة بلدنا، جيشنا وشرطتنا وقضاءنا المحترم. وبهديها للسادة العاملين في قناة الصحة والجمال على رأسهم الأستاذ عبد الحميد توفيق رئيس القناة. وبشكركم يا فندم جميعا، وألف ألف شكر. الخير مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم من احداث فعاليات مهرجان الاسماعيليه الدولي للابداع والاعلام. طبعا فعاليات مهمه جدا جدا. تم اختيار برنامجنا من سيزرع المليون للتكريم كاحد البرامج الفعاله، واللي كان في استفتاء على اهميه البرنامج وافاده المجتمع به. وطبعا اتكرمنا من خلال مدراء المؤتمر والمهرجان، واستمتعنا جدا جدا بمدينة السلام، مدينة الإسماعيلية. أنا بعتبر أن كل مدن مصر هي مدن للسلام، وطبعا السويس من المدن العبقرية في الجغرافيا والتاريخ بشكل جيد جدا جدا. النهاردة التقينا بالكثير من المبدعين، وتم تكريم العديد من المميزات من النساء. وطبعا ده دايما أنا بقول أنا بكون سعيدة جدا جدا لما بيكون في تكريم وإبراز لدور المرأة في المجتمع. فطبعا أنا بشكر من قام على التنظيم، وطبعا سعيدة جدا باختيار برنامجنا للتكريم. خلينا إن شاء الله بإذن الله نكون بيكم ناجحين باستمرار، ودايما برنامجنا يكون منبر لكل مشاهدينا الكرام اللي بنتمنى دايما ان احنا نكون فعالين في حياتهم، وقادرين باذن الله معاهم نمشي الطريق ونحل كافة المشكلات. سعيدنا جدا بوجودنا في مدينة جميلة، جو خلاب جدا جدا، جمال الموقع، جمال أهل السويس، يعني أحداث كانت متميزة جدا جدا. حبينا نشارككم النهاردة اليوم الجميل. ألف تحية ليكم، وبيكم إن شاء الله دايما ناجحين. تحياتي. تحية مشاهدينا الكرام، وبنرحب بضيفنا مشرفنا في الاستديو الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. أهلا بك يا فندم.
اهلا بحضرتك استاذ هاجر، شرفتنا ونورتنا. اهلا كل الساده المشاهدين. بنشكر طبعا حضرتك على الموافقه لتشريفنا، وقت حضرتك ضيق، ويعني طمعنا ان حضرتك تكون معانا على الهوا للرد على استفسارات المشاهدين بشكل مباشر. اكيد يا فندم، ده حق المشاهدين عليا. بشكرك يا فندم. خلينا نتكلم في البدايه عن يعني امر بيئن منه كتير من المهتمين بالثروه الحيوانيه. اول امر يا فندم، بالنسبه للتراخيص الخاصه بتشغيل المزارع والعنابر وكمان مصانع الأعلاف، الإجراءات وصعوبتها والوقت الطويل اللي بتستهلكه من المواطنين لاستصدارها، رأي حضرتك إيه في المسألة دي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة بيختص بإصدار تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والدجنة والعلفية. دي ما بتاخدش إجراءات طويلة. كان فيما سابق في بعض المشكلات المتعلقة بالإجراءات ما بين الإدارات المختلفة جوه القطاع أو جوه الوزارة أو ما بين هيئات مختلفة. القرارات بصراحة الجديدة أزالت تماما كل المشكلات والعوائق المتعلقة بإصدار تراخيص التشغيل، وأصبح دلوقتي ترخيص التشغيل ممكن يحصل عليه المربي أو المستفيد في خلال يوم، بحد أقصى 15 يوم. مجرد أن هو بيتقدم لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة أو فروعها في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مديريات الزراعة أو مراكزها أو الجمعيات، بتتشكلوا لجنة فورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتنزل اللجنة ديت بتعاين على أرض الواقع المشروع أو النشاط المراد إصدار ترخيص تشغيل ليه، والإطمئنان والتأكد من الالتزام بكافة إجراءات ومعايير الأمن والأمان الحيوي. لو في عنده مشكلة صغيرة متعلقة ببعض الإجراءات الخاصة ب توافر الأمان والأمن الحيوي، باللجنة بتوجه نظره أن هو يعدلها، ثم فورا المحضر المعين دوت بيتم إرساله للقطاع في الوزارة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيتم إصدار ترخيص التشغيل. طيب، عايز أقول لك أن السنة السابقة أو منذ أن نشئ القطاع وتأسس القطاع لغاية السنة اللي فاتت، كان عدد تراخيص تشغيل كافة الأنشطة ديت تقريبا حوالي 1500 ترخيص، سواء كان ترخيص تشغيل مصانع أعلاف أو ترخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الدجنة أو الثروة الحيوانية. الفترة الأخيرة بس ديت، السنة ديت أو تقريبا سنة وشهرين ثلاثة، عدد الترخيص تخطى 16000 ترخيص. يعني عايز أقول لك من 1500 إلى أكتر من 16000. هو واضح إن كان في هروب في السابق من المستثمرين بإنشاء يعني العنابر والاستثمار في القطاعات الثروة الحيوانية، لكن بعد اتخاذ القرارات اللي حضرتك وضحتها لنا وهي إلغاء البيروقراطية وسرعة اتخاذ اللجنة الخطوات التنفيذية والنزول من يوم ل 15 يوم، ده يعني وقت عادل جدا، وده اللي سمح طبعا إن الزملاء في القطاع يقدروا يتحركوا بسرعة ويتخذوا قرارات سريعة بشأن الترخيص. أنا عايز أقول لحضرتك الطفرة بصراحة عظيمة جدا يعني. وكمان ابتدينا نعتمد وسائل الاتصال السريع ما بين القطاع وما بين ممثلي في مديريات زراعة في المراكز على مستوى الجمهورية. مش بنستنى البريد الورقي البطيء، لا، البريد المكتبات دي تيجي براحتها، ولكن في الواتساب، في الايميل، في الفاكس، بيتم يعني بسرعة اعتمادنا وسائل اتصال حديثة للرد على المواطن. مش بس الرد على المواطن، حتى محضر المعاينة قبل كده كان إلى أن يصل من مكان المدرية أي كان مكانها للقطاع كان بياخد أيام وأسابيع، لكن دلوقتي ممكن في خلال لحظات بيجي من خلال الفاكس، وبيتم السير في إجراءات ترخيص التشغيل. برضو الطبيب البيطري والمهندس الزراعي بينزلوا مع بعض في نفس الوقت وبيجروا المعاينة على أرض الواقع. قبل كده كان القطاع من خلال مهندسين الإنتاج الحيواني بيعمل معاينته لوحده، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتعمل
المعاينة لوحديها، لكن دلوقتي القرارات وحدت وعملت توأمة ما بين المهندس والطبيب واختصرت الوقت بشكل كبير جدا. تقريبا كان اللي بيعمل بتراخيص التشغيل يمكن 3% فقط من جملة المشتغلين في أنشطة الثروة الحيوانية والأعلاف والدجنة، و97% يمكن الدولة ما تعرفش عنهم حاجة، لكن بالإجراءات ديت وتبسيط وتسهيل الإجراءات، طبعا تبسيط وتسهيل لكن مع الالتزام بكافة، مش معنى أن أنا ببسط أو بسهل أن أنا بتغاضى عن الأمن والأمان الحيوي، مع التبسيطات ديت والتيسيرات تقريبا هيبتدي 100% من كافة الأنشطة ديت تبقى تحت مظلة الدولة تحت رعاية الوزارة والقطاع. ودي من أهم الخطوات يا فندم اللي بتقضي على الاقتصاد الموازي. دايما مصر معاناتها العظمى هي الاقتصاد الموازي، والعمل مش تحت إطار قانوني ولا إطار معلوم بالنسبة للدولة. الدولة بتعاني جدا من عدم معرفة كافة المستثمرين الصغيرين، بسبب ان هم بيتجاهلوا حق الدولة في انها تبقى عارفة اماكنهم وعاملة رقابة عليهم. لكن التيسير اللي حضرتك وضحته ليه اثر اقتصادي كبير جدا، كمان بيساعد على سد الفجوة الغذائية بشأن الثروة الحيوانية، لان إذا تم تسهيل الإجراءات أكيد المستثمرين حيبتدوا ينشطوا ويشتغلوا في القطاع بدل ما كانوا بيتجنبوه في اللاحق. ودليل على كده الطفرة اللي حضرتك قدرت. أنا عايز أقول لحضرتك مش بس فندم حق الدولة، أنا عايز أقول لك حق المربي نفسه. بمعنى المربي نفسه هو لما بيكون بيعمل بترخيص تشغيل والدولة شايفاه كويس، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة لخدمات البيطرية شايفينه، أول حاجة إحنا بنشوف بندرس المشكلة فورا وبنعمل على حلها. يعني إحنا ما بنستناش مشكلة تتفاقم، لكن دراسة المشكلة وبنتنبأ بيها وألف لقدر الله بنحلها سريعا. لقدر الله لو حصل أي مشكلة وبائية ونسبة نفوق عند المواطن أو المربي بسبب مرض أو بسبب وباء، إحنا بنعوضه، الدولة بتعوضه. لو لم يحصل على ترخيص تشغيل مش هيعوض. أكيد. احنا بنعوضه، اولا يعوض ما صرفه من نقود، الحاجه الثانيه يقدر يقف على رجله مره ثانيه، وبنحميه يا فندم، بنحميه وبنحمي الاقتصاد وبنحمي ثروتنا الحيوانيه والدجنه، ان هو ما يرميش النافق بتاعه دوت او ينزل بيعه في الاسواق او يرميه في على المصارف على الترع في الطرقات، وممكن ديت بتبقى ناقله للامراض طبعا وناقله للاوبئه والعدوى. فاحنا بنعوض المربي في الحاله دي. كل ما هو جديد سواء كان بحث علمي او بيبلغ به فورا، زي ما بقول لحضرتك طبعا في متابعه مستمره ورقابه دائمه من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه من الهيئه العامه للخدمات البيطريه. اذا ترخيص التشغيل بيفيد المربي اكتر ما بيفيد الدوله مش محتاجه تستفيد. طيب لا يعني حضرتك في البدايه سمحت لي باستقبال الاتصالات التليفونيه من المشاهدين، فانا معايا اتصال تليفوني استاذ محمد من الغربيه. اهلا بحضرتك يا فندم. يا مرحبا. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. عند الارض وعند كل حاجه وعايز ارخص المزرعه. معلش ممكن حضرتك تقول مره تانية؟ انا عايز ارخص مزرعه، عندي ارض وعندي كل حاجه وطريق وسالك وفا صرف وفا كهرباء وفا كل حاجه، بس مش بان. بس مش ايه؟ انا مزرعه بس مش عايز اعمل مبان. طيب ليه حضرتك ما توجهتش لل يعني القطاع بشكل مباشر استاذ محمد مكانك راضي. فين مكانك؟ فين مزرعتك؟ فين؟ ما بنتش مزرعه لسه. فين الارض؟ الارض فين يا فندم؟ الارض بسيون. بسيون محافظه الغربيه. هتتفضل حضرتك. مشكورا. تتوجه للدكتور خالد الصعيدي مدير عام اداره الانتاج الحيواني في المديريه، وفورا هو دلوقتي شايفنا وهيكون في استقبالك وهيوفر لك كافه سبل الراحه وهيقول لك ايه المطلوب بالظبط. دكتور خالد الصعيدي مدير عام إدارة الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة في الغربية. ماشي ماشي يا باشا. أشكرك يا فندم.
طبعا بشكر حضرتك استجابه فوريه لطلب يعني استاذ محمد، ونتمنى ان شاء الله يتابعنا باتصال تليفوني بعد اتمام الاجراءات، ونبارك باذن الله الاستاذ محمد على مزرعته ان شاء الله. طيب عندنا يا فندم كمان مشروع مهم جدا، مشروع القومي لاحياء البتلو. طبعا المساله دي بتهم كل المهتمين بالثروه الحيوانيه وبتهم المجتمع كله. شايف حضرتك ازاي امكانيه نشر الفكره وزياده التوعيه عند المواطنين لبدء العمل في مشروع احياء البتلو، وايه اللي بتقدمه الثروه الحيوانيه بشان هذا المشروع؟ طيب عايز اقول قرار الوزاري 72 سنه 2017 اللي هو منع ذبح البتلو، كان قبل القرار دوت يسمح بذبح البتلو اللي هي العجول اللي هي سواء كانت بقري او جمسي وزنها من 80 ل 120 كيلو جرام، متوسط وزنها 100 كيلو جرام. في الوزن دوت بتكون نسبه التصافي 50% واقل، يعني هيديني الحوم تقريبا اقل من 50 كيلو جرام. بالقرار دوت لما منع ذبح البتلو او الاوزان ديت الى ان تصل 400 كيلو جرام على الاقل، وبنسبه التصافي في الوزن دوت والعمر ديت بتعدي ال 60%، اصبح كل راس كانت بتديني 50 كيلو لحوم هي نفس الراس، لكن لما اجلت ذبحها هتديني تقريبا 240-250 كيلو من اللحم. طب وهل يعني ده ياثر على كميات اللحوم المتوفره جداً في السوق؟ اقول بقى خلاص. كان في الوقت ده تقريبا بيسمح بذبح حوالي 550 ألف راس في العمر ده أو الوزن ده. ده بنسبة التصافي اللي قلتها لحضرتك بتديني تقريبا 27500 طن. نفس العدد دوت بالقرار الوزاري اللي منع ذبحه إلى أن يصل ل 400 كيلو وأكتر يديني تقريبا أكتر من 132 ألف طن من اللحوم. إذا نفس العدد دوت من غير ما استورد لحمة تاني ومن غير مربي ومن غير ما أعمل أي اكستنشن بنفس العدد، مجرد إن أنا منعت ذبحه إداني خمس أضعاف. ممتاز. ولكن هنا المربي هو بيذبح لأنه محتاج فلوس أو بيبيع لأنه محتاج فلوس، فبالتالي كان لازم من بعض الإجراءات والقرارات اللي استتبعت القرار الوزاري دوت علشان يطبق صح على أرض الواقع. وبعدين الوزارة ما بتهزرش، يعني قبل كده كان فعلا يطلع القرار الوزاري والإخوة أصحاب المجازر أو الجزارين تطلب بمهلة فياخدوا مهلة، تحصل وقفة احتجاجية، تحصل اعتصامات، الكلام اللي كان بيحصل قبل كده، لكن دلوقتي طلع قرار وزاري فينفذ، مفيش فيها راجع يعني. فكانت الإجراءات التي استتبعت هذا القرار الوزاري اللي هو المشروع القومي لأحياء البتلو، إن هو المربي يقدر ياخد يحصل على قرض أو تمويل بنسبة 5% فايدة بسيطة متناقصة شاملة المصروفات الإدارية. يعني إيه فايدة بسيطة متناقصة؟ يعني حضرتك هو المفروض بيسدد القرض اللي خده زائد الفايدة 5% في خلال سنة. طب لو سدد في خلال 6 شهور يدفع نص 5%، سدد في خلال 9 شهور يدفع 3/4 5%. لأول مرة بقى كان التمويل للأبقار والجاموس، هو طول عمر البتلو للجاموس فقط، لأول مرة يبقى للأبقار والجاموس. كنا في البداية كمان بندي للذكور والإناث، أنا كان يهمني إيه؟ يهمني إن السكينة نشيلها من على الحيوان الصغير ده ونوصله، نوصل العجل أو الحيوان لوزن معين ل 400 كيلو جرام على الأقل. ابتدى المشروع دوت من نص يوليو السنه الفاتت 2017. طيب انا عايز اقول لك ان هو دلوقتي احنا ادينا حوالي 3451 مستفيد لغايه وقتنا هذا، ادينا 34305 راس. كميه التمويل او المبلغ اللي اتصرف حوالي 469 مليون جنيه. اول 100 مليون جنيه اللي هي تمت كده عدى عليها سنة، والحمد لله قدرنا نرجعها تاني بنسبة 100%. ما كانش فيه، ودي ما حصلتش قبل كده. يعني ده ليه بقى؟ لأن نسبة نجاح صاحبة خالص ما حصلتش بس قبل كده. بس خليني هعرف من حضرتك السبب بس، لأن أستاذ شعبان من الفيوم منتظرني بقاله وقت طويل. اتفضل يا فندم. عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. الله يبارك فيك يا أستاذ. لو سمحت عايز أكلم الدكتور. اتفضل يا فندم.
دكتور طارق بعد اذنك، هو احنا عندنا العنابر، عنابر الدواجن المغلقه ماشي، طبعا بنروح نجيب القرض علشان القرض ال 5% بالنسبه للدواجن. طبعا بيقول لي في البنك، بنك الاهلي بالذات والبنك الاسكندريه، بيقول لك انا ما عنديش ديت، بيحصل فيها نسبه نفوق، وما عنديش تعليمات ان انا ادي اصلا للدواجن بالمره ماشي. فبالنسبه للبنك الاهلي بيقول لي انا عاوز ايه؟ عاوز ما يثبت ان انت عندك مبيعات بمليون جنيه ماشي، وانا مثلا عندي معنبر مفتوح وعاوز احوله المغلق ماشي. فما يعني ما فيش اجراءات، ما بيسهلوش اجراءات، ويطلب مني مثلا اثنين موظفين يضمنون، انا ما عنديش موظفين، انا عندي مثلا عنبر ملكي مثلا، بروح بطلب العنبر بقول له انا معايا العنبر ملكي والعقد موجود والترخيص موجود وكل حاجه موجوده، يقول لي لا انا ما عنديش هو دي بالنسبه للضمانات. طيب انا اقول بالنسبه للقرض بتاع الدواجن، الوزاره في بروتوكول، معالي النائب الدكتوره منى محرز، في بروتوكول ما بين وزاره الزراعه وما بين بعض البنوك الحكوميه، دي نمره واحد. نمره اتنين، بتكلم على الدواجن بالتحديد، القرض انت مش هتاخد فلوس في ايدك، انت هتاخد قرض عشان تعمل رفع كفاءه للعنبر، يعني تحوله من نظام مفتوح اللي هو الاوبن سيستم لنظام نصف مغلق او مغلق اللي هو السيمي كلوزد سيستم او كلوزد سيستم. حضرتك مشكورا، هتتوجه للمهندس حموده في، انت حضرتك في الفيوم مش كده؟ تتوجه للمهندس حموده مدير عام اداره الانتاج الحيواني في مديريه الزراعه، مهندس حموده مدير عام الانتاج الحيواني في مديريه الزراعه، وهو هيمشي معاك في الاجراءات ويقول لك المطلوب بالظبط، ولكن نكون برضو متفقين ان البنك واجراءاته طبعا هو من خلال البروتوكول بيسهل او بيبسط قوي، لكن زي ما بقول لحضرتك انت مش هتاخد فلوس، لكن البنك هيقول لك الاجراءات اللي بيها ترفع كفاءه العنبر بتاعك، ودي حاجه مهمه جدا يا فندم، لان العنبر المفتوح اللي هو ممكن يعمل في السنه كلها 3 4 5 دورات بالكتير، العنبر المفتوح اللي هيربي، لو هيربي دجاج تسمين هيربي لي في المتر 10 طائر، طب لما نحوله بقى لكلوزد سيستم لنظام مغلق هربي في السنه اكتر من 6 7 دورات، هربي في المتر 18 طائر، هيحصل معدلات الاداء ومعدلات النمو اليومي هتزيد قوي، معدلات النفوق بتقل، الامراض والاوبئه بتكون اقل بكتير قوي. طب يا فندم يعني دلوقتي استاذ شعبان، حضرتك معانا يا استاذ شعبان؟ ايوه يا فندم معاك. طيب انا قدرت افهم من شكوى حضرتك ان البنوك بتصعب الامر عليك، وانك عايز تطور من العنابر بتاعتك، لكن مش قادر تعمل ده من غير وجود ملاءه ماليه عند حضرتك وطلبك الاستعانه بالبنك. دلوقتي طبعا دكتورنا العظيم دكتور طارق وضح ان بالفعل في بروتوكول ما بين بعض البنوك الحكوميه والوزاره، لكن من الواضح يا فندم ان رغم توقيع البروتوكول ما زالت البنوك بترفض دعم، يعني خلينا نقول لكل صغار المستثمرين. في بنك بيحتاج حضرتك ضمانات محدده، في طبعا بيحصل استعلام، بيحصل فيش وتشبيه، ففي حاجات اساسيه يعني في بعض الاخوه المستفيدين او المواطنين. بس هو واضح ان هو عنده الضمان ان العنبر بتاعه تمليك، لكن هما البنك مش قصده الضمان. طيب البنك شايف ان العمل في الائتمان في منتج شديد الريسكيه، يعني شديد المخاطر زي تربيه الحيوانات، هو رافض ده. لا احنا لا شغالين على فكره، في بنوك كتير من اللي قلت لحضرتك عليها وبتدفع تمويل وحصل بالفعل اقراض وتمويل، وحضرتك هيروح لمدير الانتاج الحيواني وهو او هيتصل بينا، هيتواصل معانا على طول. بس انا بقول له ليه مدير الانتاج الحيواني في الفيوم؟ هو اقرب له. ايوه، واحنا من خلال التواصل على طول هو اقرب. اكيد. بشكر حضرتك استاذ شعبان، وان شاء الله نبارك لحضرتك على اتمام الاجراءات، لكن اتبع يعني البنوك برضو وشانها، ما نقدرش نتدخل او نملي عليها امر معين، ولكن لأن قد يكون في بنك محدد عايز ضمانه معينه دي مش موجوده، ما هو بس بيتصل حضرتك زي ما قلت له، هيتصل بينا او بالمديريه الزراعه وهتشوف بس ايه الاجراءات او ايه المطلوب وهو معاه ايه ضماناته ايه وحاجته ايه. لان حضرتك انا عايز اقول لك لو هو بالفعل شغال نظام مفتوح، فنظام مفتوح وشغال كويس، اذا النظام المغلق ده في حد ذاته هو الضمان، لان انا بحوله زي ما قلت لحضرتك من واحد بيشتغل 3 4 5 دورات لواحد هيعمل اكتر من 7 دورات وهيربي ضعف العدد، فالنظام المغلق في حد ذاته ده الضامن.
طيب خليني ارجع تاني لطبعا المشروع القومي لاحياء البتلو. انا بعتذر بس مشاهدينا، انا يعني للاسف مش قادره استقبل التليفونات، في تليفونات وضغط اتصال كتير، لكن انا محتاجه ان انا اركز في الاجابات لان دي اسئله حضراتكم، واكيد لو ردينا عليها حضراتكم اكيد هتستفادوا. طيب نرجع للمشروع القومي لاحياء البتلو. حضرتك شرحت ازاي تقدر تمنع ذبح البتلو من خلال توعية المربيين ومن خلال كمان القانون الرادع وتفعيله على أرض الواقع. تمام. وكمان شرحت إزاي ممكن يتم الاستفادة من نفس عدد الرؤوس ولكن باختلاف كميات اللحوم المتوقعة عند الذبح في حدود 400 كيلو. طيب حضرتك بتشوف يا فندم، حضرتك كمان قلت ان في بالفعل اقراض بنسبه 5% بشان احياء البتلو، وبالفعل نفذتوا كتير من المشروعات. طيب وليكن مثلا على مدار السنه السابقه، حجم تفاعل المربيين واقبالهم على استقبال القانون الجديد وعدم تظاهرهم واستيعاب مساله عدم ذبح البتلو، حضرتك بتشوف لاي مدى تم الاستجابه لمناشدة وزارة الزراعة لهذه الفئة من كانوا مخالفين للقانون؟ عايز اقول لحضرتك في لا مش مخالفين، بس هو لا طالما كان بيذبح طالما كان بيذبح يبقى مخالف للقرارات. بالظبط القرارات في الوقت دوت كانوا بيطلبوا مهله وكان بيتبادل مهله بالظبط، وهو كمان بيضر يعني، هو المساله كمان مش قانون وبس. قرار لا يعدل لا يطبق لا يلغى، لكن ما ينفعش يبقى قرار موجود كده وهو معلق. مظبوط. وبالتالي ده احنا النهج هو في عدم احترام للقرارات، يعني لو هو مش هيتنفذ يتشال افضل. بالظبط. فانا ناجي معالي الوزير دلوقتي ومعالي النائب ان هو القرار يطبق بكل حسم. ومدى تطبيقه يا فندم؟ حضرتك بتشوف ممتاز يعني اكتر من ممتاز. حضرتك دلوقتي فاجئتني بان حصل نجاح للمشروع واسترداد المبالغ برضو بيرجع بنسبه 100%. بيرجع للمتابعه. ده معناه يا فندم ان خلينا نقول ايه، نطمئن وندي رساله طمانينه ان كل اللي اخذ كارد واشتغل في مشروع البتلو قدر يرد كل المبالغ بنسبه 100%. يعني حضرتك كافه الاموال اللي تم دعمها رجعت. حضرتك في الاول من خلال لجان المتابعه، برضو من لجان المتابعه مكثفه جدا من خلال الهيئه العامه للخدمات البيطريه مع القطاع، ولجنه المتابعه بيبقى مش الغرض منها رقابه اكتر من الغرض منها ان هي دراسه مشكله على طول على الارض الواقع، وبيتاخد اجراء فوري لحلها سواء كانت حاجه متعلقه لا قدر الله بحاجه مرضيه او كده. الحاجه الثانيه ان مجرد ان المستفيد بياخد الحيوانات بتاعته بيامن عليها في صندوق التامين على الثروه الحيوانيه. ممتاز. والجديد دلوقتي ان مش بس التامين ضد السرقات والحريق والسطو وخيانه الامانه والذبح الاضطراري، لا كمان التامين ضد النفوق والامراض الوبائيه. اذا المستفيد كده كده فلوسه بترجع له لا قدر الله لو حصل حاجه. الحاجه الثانيه برضو حضرتك احنا معاه على طول، لدرجه ان بعض المستفيدين ابتدوا يعني يقولوا انتوا بتجولنا كتير. اللجان بتبقى لجان مركزيه من خلال وزاره اللي هي قطاع تنميه الثروه الحيوانيه مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه، او لجان محليه. اللجان المحليه اللي هي بتبقى من ادارته او مركزه او المحافظه بتاعه. اللجان المحليه كمان عشان يبقى فيها الحياديه والشفافيه ان هي بتبقى المحافظات بتشوف المحافظات اللي جنبيها، يعني المهندس اللي هو معاه في نفس القريه او في نفس البلد مش هو اللي هيطلع يشوف المستفيد ده، لكن هيطلع للمحافظه اللي جنبه او المركز اللي جنبه. هل الوزاره يا فندم متمثله في القطاع عنده تارجت معين محدد هدف معين للوصول ليه في توقيت معين؟ يعني في بلان واضح بتحدده في القضاء مثلا بنسبه قد كذا في الميه على ذبح البتلو، تحددوا فيه مثلا نقدر نوصل لسد الاحتياج من الانتاج الحيواني بنسبه معينه، هل في بلان واضح؟ طبعا يا فندم، ان هنقول ان نسبه الفجوه دلوقتي في اللحوم الحمراء تعدى ال 50%. يعني انتاجنا اقل من 50% والباقي فجوه استيراديه. مع المشروع القومي للبتلو مع في حاجه اسمها ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابيه، ده كله بيبتدي يقلص قوي الفجوه ما بين المتاح والمطلوب. واقول لحضرتك يمكن واضح جدا ان اسعار اللحوم دلوقتي نزلت، لو قارناها في نفس الوقت دلوقتي بالسنه اللي فاتت نزلت تقريبا 20%. لو شفنا في او اسعار الاضاحي في العيد اللي فات من شهر كانت برضو الاسعار لو قورنت بالعيد
السنة الماضية نزلت 15-20%. بس ما زالت يا فندم صعبة المنال. لا، هي الأسعار انخفضت، صعبة المنال في أماكن صعبة محددة. المنال. لا، خليني أقول لحضرتك إن طبعا فجوة 50% طبعا تقدر توصلنا للوضع والأسعار بتاع دلوقتي يعني، لكن لما كانت اللحمة من عدة سنوات ب 80 جنيه للكيلو مثلا على سبيل المثال كانت بوظت السعر. طيب، من عدة سنوات يا أستاذة هاجر نحط في حسباننا إن التعداد السكاني بيزيد سنويا 2.5 مليون تقريبا. أكيد، بس سيادتك وضحت نقطة مهمة إن إحنا عندنا 50% استيراد وفي تارجت، ولكن استيراد لكن بتقل هذه الفجوة، هذا الجانب ده اللي أنا عايزة يعني أوصل فيه مع حضرتك. حضرتك وضحت إن أنتوا شغالين من خلال بلان، مش شغالين بشكل عشوائي. ده أكيد طبعا. طيب، وواضح جدا النجاحات المتتالية لما حضرتك تدي قروض وترجعها بنسبة 100% البنوك نفسها ما بتقدرش تعمل ده. انا عايز اقول لحضرتك ان البتلو ده بالتحديد في الاول ما اشتغلنا كنا بالنادي بالميكروفونات في المساجد والجوامع ومراكز الشباب والنوادي بالنادي، الناس لسه مش مقتنعه او مش مصدقه وما كانتش. جميل. دلوقتي الويتنج ليست عندنا كتير، يعني الالافات منتظرين. جميل. فحضرتك شايف ان بعد عدد سنوات معينه من العمل الدؤوب بالشكل والخطه اللي حضراتكم محددينها هتبتدي تقلل نسبه الفجوه. اكيد. ومن ثم نطمح ان كمان الاسعار يحصل فيها اختلاف، لان منطقي جدا ان انا لو استغنيت عن الاستيراد فهوفر دولار، فهستفاد من نواحي كتير قوي ومنها المساله دي. طبعا قادر افهم ان مساله الاعلاف لها علاقه، مساله تكاليف التربيه لها علاقه. أكيد. امور كتير لها علاقه، بس لو قلنا بند بس سد الفجوه ونزول نسبه 5% سنويا مثلا، هل حضراتكم مخططين ان نسبه 5% دي تنزل 1% 5% ولا البلان ما فيهوش المساله دي؟ لا، البلان ده محطوط لغايه 2030. ممتاز. بالسنه يعني. ممتاز. كل سنه المفروض، وكل سنه والسنه الاولى قدرت تحقق التارجت. اكيد. جميل. وبنعديه الحمد لله. انا عايز اقول لك ان السنه كمان مقسومه يعني بشكل ربع سنوي ونصف سنوي، ثم بنراجع نفسنا مع الوزير. يعني تقريبا يا فندم سنويا ممكن نقول التارجت حضرتك يا فندم. بس خلينا برضو، بس مش بس انا بقلل الفجوه اللي هي موجوده حاليا، احنا نحط في قدام عينينا كمان ثلاث حاجات ما نقدرش نغفلهم. احنا اتفقنا ان التعداد السكاني بيزيد سنويا تقريبا 2.5 مليون. اكيد حضرتك حاطط حساباتك دي عليه. حاجة. في كمان السياحه بتاعت بكره غير بتاعت النهارده غير بتاعت امبارح، اكيد في تطور فيه. الوضع الاجتماعي بتاع الفرد نفسه بتاع المواطن نفسه افضل. لو حضرتك طبعا كلنا ملاحظين الوضع الاجتماعي بتاع الانسان المصري بيكون افضل. فديت احنا حطينا قدام عينينا الثلاث حاجات ديت مع الفجوه، وبالتالي احنا بنشتغل في خطوط متوازيه مع بعض. اول حاجه اللي هو المشروع القومي للبتلو، زائد قرار منعه اساسا، منع ذبح البتلو، مشروع ملء الفراغات او استكمال الطاقات الاستيعابيه دوت اللي هي المزارع سواء كانت حلاب او تسمين اللي هي بتشتغل. واحنا تقريبا لما عملنا حصر لمزارع جمهوريه مصر العربيه على مستوى مراكزها وادارتها، لقينا المزارع النظامية اللي هي المتوسطة والصغيرة بتشتغل بطاقة فعلية تقريبا أقل من 30% من الطاقة الكلية بتاعتها، وأكثر من 70% فراغات مهدر. فإذا المكان موجود والخبرات موجودة والإمكانيات موجودة والأجهزة والآلات موجود ومكان الإلواء موجود، يتبقى بس رأس المال اللي هنشتري بيها العجول ديت سواء كانت للتسمين أو سواء كانت للحلاب. وبالفعل اصبحت تلك المشروعات الثروه الحيوانيه تبع مبادره البنك المركزي اللي هي تعد من المشروعات المتوسطه والصغيره، بيحصل المستفيد على برضه قرض بنسبه فايده 5% تسدد على 5 سنوات، وبيقدر يستكمل الطاقه الاستيعابيه بتاعته او ملء الفراغ. هل ده في السابق يا فندم كان مرفوض من نسبه البنوك؟ ده بروتوكول جديد خالص ومبادرة البنك المركزي اللي هي الخمسة. اذا الخطوة دي في حد ذاتها ممكن توصلني لان 70% دول ينخفضوا كتير طبعا يا فندم، اللي هي نسبة الفراغات اللي حضرتك بتشرحها. 70% اللي هي هنملى الفراغات ديت او هنملى نستكمل الطاقات الاستيعابية بتاعت المزارع استغلال دي. المكان وديت برضو من خلال مبادرة او من خلال بروتوكولات اللي قلت لحضرتك عليها ما بين الوزارة وما بين عدة بنوك حكومية. طب متابع حضرتك لتفاعل البنوك التنفيذي، هل في عند حضرتك؟ لا، انا عايز اقول لك ان بالفعل اتصرف فندم، اتصرف مبالغ كبيره سواء يعني كان نسبه الرفض مثلا الزراعي
نسبه الرفض الرفض بص حضرتك في حاجات اساسيه هنا بقى انا محتاج رخصه تشغيل. يعني طبعا المكان اولا لما المربي يقول انا عايز 200 حيوان يبقى بالفعل عنده فراغ لل 200 حيوان وعنده مكان يستوعب ال 200 حيوان وعنده خبرات ان هو يقدر يربي ال 200 حيوان اللي هو ملء الفراغات علشان ياخد القرض او التمويل اللي هو يشتغل بيه في ملء الفراغات او استكمال الطاقات الاستيعابيه لازم يكون عنده مكان مرخص والمكان بالفعل قائم وشغال والمكان فيه فراغات تستوعب هذا القرض. طيب. وبالفعل تم فندم على مستوى مراكز الجمهوريه ومن خلال عده بنوك اللي قلت لحضرتك عليها تم بالفعل تمويل مشروعات كتيره جدا. طب ايه راي حضرتك لو نعدد للمشاهدين الكرام الاهداف والطموحات اللي بتحددها وزاره الزراعه متوسله في قطاع الاستثمار الحيواني الثروه الحيوانيه. خلينا نعدد الاهداف اللي موجوده عند حضراتكم اللي بيها اشتغلتم على الموضوع وحل المشكلات. هي اهداف طبعا يعني الخط العريض ليها كده او الاطار العام ليها سد الفجوه الغذائيه، تقليل الاستيراد، ملء الفراغات، فمن ثم تقدر حضرتك تشغل عماله. ايه تاني؟ هي دي كل دي عوامل علشان توصلني في الاخر ان انا اوفر بروتين حيواني بالكميه والقدر الكافي والمناسب للمواطن والجوده طبعا ده موضوع تاني. طيب واقلل قوي الفجوه سواء بقى كان من خلال تحسين وراثي سواء ان انا بستورد سلالات او بستورد سائل من واعمل عمليه ارتفيشال انسيميشن او تلقيح اصطناعي واحسن في السلالات اللي عندي او سواء من القرارات اللي هي منعت ذبح البتلو وادت قروض وادت تمويل للمستثمرين سواء كان من عملية ملء الفراغات كل ديت حاجات سواء إيه طبعا صناعة العلف ده موضوع تاني برضه صناعة العلف كل ان انا اوفر علف امن وبسعر مناسب هينعكس في الاخر على محصلة انتاج من البروتين الحيواني او السمك او الدجاني بسعر مناسب ومعدلات اداء افضل. طيب مدى متابعة القطاع لاصحاب المشروعات؟ حضرتك وضحت ان في بعضهم بيشتكي ان المتابعه يمكن زادت انتوا بتجونا كتير فمن الواضح ان في كثافه في الخدمه المقدمه. خليني اقول مدى متابعه المستثمر الصغير اللي هو محتاج للدعم ومدى الاستجابه لمتطلباته بدايه من التوعيه. خليني اعرف من حضرتك واستوضح المساله دي. حضرتك بعد ما بتوفر له البنك اللي هيقدر يموله وبعد ما بتجيب له الراس بالفعل ايه تاني من خطوات حضرتك بتقدر تدعمه بيها؟ طيب اول حاجه احنا اتفقنا بعد مثلا مجرد ان هو استلم الرؤوس بتاعته بيتم عليها التسجيل والترقيم والتحصين كل دوت تامين لي والتامين. بعد كده بيتم المتابعة سواء كانت قلت لحضرتك مهندس زراعي مع الطبيب البيطري من خلال القطاع مع هيئة الخدمات البيطرية سواء كانت مركزية أو محلية. كل دوت وصلنا إلى أن الجدية في التعامل ما بين المربي أو المواطن أو المستفيد والوزارة والبنك اختلفت كتير جداً. وأصبح المربي فعلا فاهم قيمة المشروع التنموي المشروع القومي ده. حضرتك تلمست الوعي يا فندم؟ أنا بقول لحضرتك فندم لأن الفلوس دي مش بتاعته، الفلوس دي إحنا بياخدها بيقترضها علشان نديها لواحد تاني وتالت ورابع. زائد إن الجدية عنده هو نفسه لأن حس بالمصداقية من الوزارة، مصداقية من البروتوكول، ومصداقية من المشروع القومي فعايز ياخد تاني لو كان واخد عدد من الرؤوس المرة دي فعايز ياخد العدد ده تاني ونجح وحقق نجاحات وكسب وعايز يشتغل تاني ودوت اللي حصل لأن زي ما قلت لحضرتك إن ال 100 مليون الأولى تم استردادها بالكامل وكل من خد عايز تاني وعايز كميات أكتر وأعداد أكتر ممن كان واخدها. إمتى
المجتمع يحس بالاستفادة والأثر المجهود العظيم اللي حضراتكم قمتوا بيه مع تحقيق البلان بالنجاح اللي حضراتكم حققتوه. دايما بنقول ما بنقدرش نوصل للمية في المية نجاح، لازم بيكون في ريسك، لازم بيكون في مسألة ما عرقلة الأمر، فما رجعش رأس المال بنسبة 100%. وخلينا برضو نتكلم دي يعني العملية في الإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي، بيبقى أنا متفق مع حضرتك تماما فيها قدر من الريسك، عكس اللي بيشتغل في حديد بيشتغل في سيراميك بيشتغل في معدن، ده حاجة تانية، أو يشتغل في كامل، لكن هنا أكيد. الروح اللي بيتعامل مع الروح في طبعا. قدر من الريسك، وبالتالي القدر من الريسك دوت بيستلزم ويستوجب تكثيف من المتابعة، تكثيف من العناية، تكثيف من الرعاية. وفي معالجة كمان حضرتك عملتها يمكن جديدة، هي مسألة التأمين. يعني انت حضرتك دخلت شركات التأمين في لا، التأمين الفندم تبع، ولا التأمين تبع الصندوق فقط؟ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية دوت برضه من الاتفاق. جميل جدا. ليه؟ لأن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فيه الطبيب البيطري اللي هو هيبقى فاهم بيتعامل مع الحيوان ازاي وعارف المشكلة. أنا كشخص في المجتمع يا فندم، امتى احس بأثر الشغل الجبار اللي حضراتكم بتقوموا بيه؟ حضرتك النهارده يعني حظائر التسمين والحلاب واهتمام حضرتك بالمربي، وأثر ده على المستهلك. طب احنا اتفقنا لما نيجي نتكلم في مشروع بتلو، او لما نيجي نتكلم في تسمين عجول، فدي على الاقل تبقى 6 شهور، لان الحيوان اللي تم تمويله او تم اقراضه على الاقل 6 شهور وبيتوصل لسنه. ويمكن ال 100 مليون تاني بقرر اللي احنا تم تمويلها اول مره ابتدى اللي اتسددوا وحيواناتها اتباعت ونزلت في السوق، وديت اللي سمعت دلوقتي. انا مع حضرتك فعلا قد تكون الاسعار مرتفعه بسيط، ولكن نسبيا مش بشكل مطلق. يعني لما اقارن بنفس الفتره اللي احنا فيها من العام الماضي هلاقي الاسعار نزلت وانخفضت. لما اقارن الكلام دوت على فكره بقاله 2 3 شهور، مش بس النهارده ابتدت الاسعار. طبعا مع ضخ كميات اكتر تاني، مع ضخ التمويل اكتر، فبتبتدي الفجوه بتقل، الكميات من اللحوم بتزيد. ما طبعا يعني في دراسه حضراتكم حطيتوا في عين الاعتبار مساله المستهلك. يعني زي ما حضرتك عارف ان يعني زي ما بقول حضرتك من كام سنه لما كانت ب 80 جنيه برضو كانت غاليه، لكن خليني اقول، هل في دراسه حضراتكم حطيتوا في الاعتبار القضاء على احتياجنا للاستيراد مع زياده المنتج في السوق، من ثم ممكن ده يسمع معايا في السعر؟ طبعا انا يهمني جدا من ناحيه برضو الاستيراد والانتاج المحلي. نمره واحد، انا بحافظ على المنتج المحلي، ولازم انا بالنسبه لي واقف على مسافه واحده من المنتج ومن المستهلك، لان انا مستهلك وحضرتك مستهلك، وده اخويا وده اخويا، فحضرتك انا يهمني المنتج ومستهلك وبنبص لهم بشكل واحد، سواء بقى كان منتج من صغار المنتجين او مربين او من كبار المربين، بنبص لهم بشكل معين ولهم كلهم ليهم نفس الاهميه وله نفس الحقوق وله نفس الاهميه، سواء كان مواطن جاي عايز قرض لراس واحده او عايز أو قرض ل1000 راس، هو نفس المعامل. طيب في مواطن جاي يرخص مزرعه صغيرة زي الكبير 50 طائر، زي مواطن جاي رخص مزرعة فيها 500 هو وكفى بها ميزة إلغاء حضرتك للبيروقراطية. يعني أنا أنين المواطنين من أماكن كتير في الدولة البيروقراطية، حضرتك قضيت عليها إن نوصل عند سيادتك في القطاع إن من يوم ل 15 يوم تكون اللجنة اتخذت القرار، ده في حد ذاته يعني 15 يوم على الأكثر، على الأكثر، فطبعا ده شيء ممتاز. لكن من أهم المستلزمات الخاصة بغذاء الحيوانات طبعا الأعلاف. خليني أقول لحضرتك المسألة دي مسألة جوهرية جدا جدا. مع وجود مشروع زي مشروع 1.5 مليون فدان، طبعا مشروع قومي عظيم، بنأمل أن يكون عامل مساعد لزيادة حجم المشروعات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية. عندنا مشكلة في الأعلاف، بيتم استيراد كم كبير من الأعلاف. هل حطيتوا في اعتباركم في خطة العمل؟ لا، العلف لا نستورد جرام علف. ممتاز ممتاز، لأننا عندنا طاقات ومعطل، وعندنا نقدر نغطي احتياجاتنا تصنيع محل. نستورد بعض خامات العلف لكن نستورد علف لا،
إلا نستورد على في بعض الحاجات زي الفصيلة الخيلية، زي نوع معين من الأسماك، نوع معين من عصافير الزينة. ده ممكن يعني الدواجن يا فندم والأسماك عامة بل نصدر. ممتاز. الدواجن نصنع علفها بالكامل هنا بل نصدر. ممتاز. نصدر بعضها. طيب طبعاً صناعة العلاف الموضوع كبير قوي، يعني أنا أتكلم صناعة العلاف في اللي هي زي ما حضرتك قلتي في تسجيلات أعلاف محلية وتسجيلات أعلاف مستوردة اللي هي الإضافات الغذائية اللي احنا بنجيبها أو الخامات اللي هي المستوردة ديت، بتتم من خلال لجنة علمية على قدر عالي قوي من الدرجة والكفاءة العلمية والخبرة، إن هي بتسجل خلطة علفية أو مركز أو إضافات علفية تعمل على تحسين معدلات الأداء سواء كانت إنتاجية أو تناسلية. بعد كده بيتم ترخيص للمصنع اللي هيصنع لي الخلطة دي. ثم كان فيما سبق كان بيبقى فيه مراقب من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة مقيم في المصنع. المراقب المقيم في المصنع دوت إلى حد ما ما بيكونش المصنع بيعمل له حساب زي المراقب اللي بيجي فجأة. المراقب الموجود عليه على طول اللي موجود في المصنع على طول ده أصبح صديق للمصنع، أصبح مقيم في المصنع. فلغيت نظام الرقابة الدائم، وبالفعل احنا كنا محتاجين السادة المهندسين المراقبين الدائمين في المصانع في أشغال تانية كتير، في لجان المتابعة على البتلو، في المرور المفاجئ. وأصبح المراقب بدل ما هو قاعد مقيم في المصنع أصبح بيروح أكتر من المصنع، فاعتمدنا على الرقابة والمرور المفاجئ. الرقابة والمرور المفاجئ من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة، معانا مركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعانا شرطة البيئة والمسطحات، وبتنزل لجنة فجائية على المصنع أو محل الإتجار في العلف، بنشوف هل العلف المصنع دوت طبقا لتسجيلة ولا مصنع من غير تسجيلة، بنشوف المصنع مرخص ولا غير مرخص، بنشوف كل المنتجات اللي طالعة من المصنع والمدخلات اللي داخلة في التصنيع هل هي مطابقة ولا لا. لو مش مطابقة على طول بتتخذ الإجراءات الفورية والقانونية. طب ايه سر يا فندم غلاء الاعلاف، رغم ان حضرتك وضحت دلوقتي ان الاعلاف بيتم تصنيعها بمصر؟ حضرتك بتشوف ان ليه، يعني لما نيجي نتكلم على اسعار الدواجن او اسعار الاسماك طبعا عندنا، لما نتكلم على علف الدواجن تقريبا اكتر من 70% من الخامات بقى مش من اعلاف مستورده زي الذره الصفراء والصويا، مستورده من الخامات 70%. وبالتالي معالي الوزير يمكن من حوالي شهر هو ومعالي النائب اللي كان في التعاقد اللي تم ما بين اتحاد منتجي الدواجن والجمعية العامة للحبوب، اللي هو أصبح اللي هو توريد حبوب الذرة من المزارع المصري المزروعة محليا إلى اتحاد منتجي الدواجن. فده كده هيوفر عليا كتير، فاتورة بدفعها في كل استيراد بالدولار بالعملة الصعبة، وكمان هنمي الزراعات بتاعتي. بس ده يا فندم المفروض ان هو امر بديهي بالسابق ما كانش بيحصل، لا ما كانش اثر تنفيذه نجح، رغم ان في مركز للزراعة التعاقدية، لكن مع الوزير كده واضح ان يعني ظهر بالفعل ان الوزارة فعلته واصبح بالفعل تم تعاقد باشراف ومتابعه من معالي الوزير ومعالي النائب، واعلن عنه قريب. طب دي بشرة خير كبيره يا فندم، يعني انا بشوف ان المساله دي ما بين السطور نقدر نقرا ان هيتم تقليل الاستيراد لمنتج زي الدوره. اكيد يا فندم. بعد كده كمان عندي الخامات العلفيه او المنتجات السنويه اللي هي المخلفات الزراعيه، المخلفات الزراعيه والمنتجات السنوية في مصر هنا بتصل ل 35 مليون طن سنويا. فاحنا عندنا المفهوم والقناعة الكافية ان الحيوان هو محول الغذاء مش مركز الغذاء. محول الغذاء يعني ان هو قادر ان يتغذى على المخلفات الزراعية والنواتج السنوية ويحولها من مواد غير نافعة لمواد نافعة من خلال لحومه، الى مواد نافعة، ومواد مش بس نافعة، ده عالية القيمة الغذائية، هيحولها للحمة، هيحولها لدهنة، هيحولها للبن، هيحولها لبيض. فبالتالي بنبتدي نشتغل دلوقتي كمان على النظام الأعلاف الغير تقليدية، ودي هتوفر كتير قوي
لان الحيوانات الكبيره برضو بتتغذى على الرده، وتتغذى اللي هي النخاله، تتغذى على الذره، تتغذى على الصويا. فدي لما تتغذى على الاعلاف الغير تقليديه هتوفرها لصالح الدواجن. يعني نقدر نقول يا فندم ان بالفعل حضراتكم بتشتغلوا على تكسير العوائق الخاصه بتنميه الثروه الحيوانيه، وعلى راس العوائق دي هي استيراد بعض المواد الخام لصناعه الاعلاف للمنتجات، ومن ثم مع تكسير حضرتك للعوائق دي وعمل لينك ما بين ربط ما بين اصحاب الصله، المزارع اللي بينتج لي المنتج اللي انا محتاجه، مع اتحادات ممكن تكون مسؤوله عن ان هي تشتري من خلال زراعه تعاقديه مع الفلاح. تمام. فمن هنا بنفيد الاطراف كلها ونشجع المزارع للعمل على زراعه الشيء ده. حضرتك يعني انا شايفه ان في دراسه حضرتك مركز جدا على انك تزيل العوائق وتحل المواضيع من جذورها. يعني انا عايز اقول لحضرتك كمان يا فندم ان في دلوقتي تعاون تام ما بين الوزاره، ما بين اصحاب المصلحه، ما بين المنتج والمربي والمستثمر، ما بين الباحث والدكتور. يعني جمعت كل اصحاب الصله بنفس الموضوع، وبالتالي كان بسهوله جدا ان يحصل تعاقد وتوقيع تعاقد ما بين الجمعيه العامه لتوريد الذره الصفراء مع الاتحاد، اتحاد منتج الدواجن. ده كان بسهوله جدا لان اصبحت دلوقتي احنا كلنا قاعدين مع بعض، فالقرار بنصنعه مع بعض، وبالتالي ما بيقابلش تصادم، ما بيقابلش عوائق، ما بيقابلش اي مشكله، لان احنا كلنا مشاركين في صناعه قرار. الحمد لله ان قعدنا مع بعض. دايما لما بيكونش فيه ان شاء الله، دايما لما بيكونش فيه تعاون ما بين الجهات صاحبه الصله بنفس الموضوع دايما الامر بيتاخر. فمن نجاح لنجاح، يعني ما دام قررتوا ان يكون كل اصحاب الصله موجودين على مائده نقاش واحده لصالح الوطن ولصالح كافة الأطراف، أكيد هنطلع بنتائج كبيرة، وخاصة حضراتكم بتشتغلوا على منبع المشكلة أكيد. للقضاء عليها أكيد. زي مشكلة البتلو، زي مشكلة الأعلاف، طبعا مشكلات متعددة، لكن من الواضح أن قطاع الثروة الحيوانية هيشوف طفرة كبيرة من خلال المجهودات العظيمة اللي حضراتكم بتقوموا بيها. طيب هل في آليات لضبط صناعة الأعلاف حديثة تم اتخاذها قرارات؟ هل في امر في حداثه نقدر نعلنه للمواطنين؟ طيب اول حاجه في صناعه الاعلاف احنا بنطبق دلوقتي منظومه الشباك الواحد، بمعنى اللي هو اللي عايز يسجل خلطه بيشرفنا في قطاع الثروه الحيوانيه في الوزاره، والقطاع هو اللي بيبتدي يتعامل مع المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف ومع معهد بحوث الانتاج الحيواني علشان يتم تسجيل الخلطه دي سواء كانت محلية أو مستوردة. طب المسألة دي كان في أمين للمواطنين منها يا فندم؟ بالسابق كان بيظهر بعض المبتزين وبعض المرتشيين وبعض الفاسدين. لا، منع تماما الكلام ده فندم، منع تماما الكلام ده، ومعظم اللي حضرتك أو كل اللي حضرتك قلتيهم الفئات اللي قلتيها ديت هم لا ينتموا ولا يتبعوا الوزارة ولا يتبعوا القطاع ده من الخارج. يعني احنا اكتشفنا للاسف ان في بعض مثلا وسطاء بيروحوا لصاحب المصنع يقول له تعالى انا هديك الرخصه وما تروحش القطاع، انا هديها لك الرخصه اللي هي 8 اكس، كان هذا الوسيط بيديها للمصنع ب 5 اكس. حضرتك وضحت لي والمصنع ما كانش يعرف يعني ايه قطاع ولا بيجي قطاع. حضرتك وضحت لي ان من يوم ل 15 يوم بيكون في لجنه نزلت بالنسبه لترخيصي مع الشخص نفسه. طيب يا بتفويض بنكي يا بتوكيل يا بنفسه، اصبح خلال كم يوم يا فندم تماما التسجيل في خلال 15 يوم، شهر على الاكثر، اذا كان في بعض الاستيفاءات او بعض التساؤلات ما بيردش عليها او هو بيجهزها العميل او المرب. يعني طبعا يعني التسجيل لان هو في بيقدم خلط او فرميول. جميل. الخلطه ديت فيها بعض العناصر، هل هي دي مسموح بيها ولا لا، هل مرفوضه ولا ممكن، هل هتعمل لي معدلات اداء افضل ولا مش هتعمل. يعني فندم التسجيل ما بيتمش عشوائي، زي ما بقول لحضرتك لجنه من كبار العلماء اسماء ذو قيمه وقامه وخبرات في المجال ده، ولن يسمح بتسجيل اي خلطه الا لما تكون مناسبه سواء كانت للاسماك او للحيوان. طب هل ممكن المستثمر يا فندم يقابل عوائق من بعض الموظفين ضعاف النفوس اللي يعني بيقصدوا الى يومنا هذا يعرقلوا البلد؟ هل 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 ممكن يقابل موظف لانه مش قادر يستفاد من المواطن بشكل جيد يعرقل له التسجيله بتاعته؟
طيب ان كان في مدى الرقابه يا فندم على موظفين القطاع؟ اللي بيعمل التسجيل يا فندم زي ما قلت لحضرتك ناس ذو قيمه وقامه وموجودين في ثلاث اماكن، في قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، في المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف، في معهد بحوث الانتاج الحيواني. ففي ثلاث اماكن مش في مكان واحد. فاي عرقله هتبان، هيبان مصدرها فين. وبيتم لو في اي مشكله بتنعقد لجنه اسمها لجنه تحديث المواصفات عشان تدرس المشكله ديت. اللجنه بقى بالكامل تدرس المشكله ويتم حلها، دراستها وحلها على المنضده على الترابيزه. برضو اللجنه ديت بتضم ناس من الجامعه، من المراكز البحثيه، من القطاع، من المركز الاقليمي. اقدر اقول ان تم القضاء على البيروقراطيه والفساد تماما، واطمئن مستثمرين هذا القطاع. وعايز اقول لحضرتك يعني مكتب رئيس القطاع، مكتب رؤساء الادارات المركزيه، مكتب المديرين العموم، الساده المهندسين في اي لحظه بيشرفونا المواطنين، بيشرفونا المستفيدين في اي وسيله. يا فندم عشان حضرتك تقدر تعرف مدى ارضاء المتعاملين والمترددين على طبعاً في تقييم، قطاع في تقييم يومي مش شهري، تقييم يومي. في ساعات بنفاجئ يعني بتبقى بنفاجئ سواء كان مصنع، طب الدنيا عامله معاك ايه، طب الامور مشيت ازاي، بنفاجئ المواطن نفسه، بنفاجئ المزرعه، بيتم على طول بشكل. حضرتك تلمست يعني ارتفاع مدى ارضاء العملاء او المتعاملين مع قطاع الثروه الحيوانيه في معيار لقياس المساله؟ اكيد لازم بتتقال. وبعدين مش بس احنا بننسى، احنا ورانا متابعه ممتاز. اخر سؤال يا فندم، انا عارفه ان انا اطلت على حضرتك او من معالي النائب انا اطلت على حضرتك بس سامحني، لكن في سؤال مهم. خلينا نقول امتى المنتجات الحيوانيه الاخرى زي الارانب والماعز تبتدي يكون في اهتمام بيها؟ لان طبعا حضرتك عارف في مصر يمكن مش مهتمين قوي بالمساله دي، لكن ممكن جدا مصر ترجع مره تانية لتربيه الماعز بشكل جيد ويحصل مسانده، وخاصه ان هي الاسعار بتاعتها يمكن تكلفتها اقل لصغار المربين مع كمان الارانب. طيب هل في خطه؟ اقول لحضرتك الاهتمام فندم بالحيوانات التانية زي الأرنب والماعز والجمال والأغنام أكيد هيكون لصالح اللحوم. الاهتمام بالطيور التانية زي السمان والرومي والبط والوز برضو أكيد، والنعام أكيد هيكون لصالح المستهلك المواطن اللي عايز دي. وبالفعل صدر قرار وزاري الأول مرة بينظم صناعة الأرانب في مصر، دي الأول مرة. ممتاز. بيفرق ما بين المربي اللي هو هيبيع سلالات أرانب للتكاثر وللتناسل، بيفرق بين المنتج اللي هو هيبيع أرنب للحم. ولن يسمح للمنتج أن يتناول أو يتداول أو يبيع أرنب للتكاثر أو التناسل. الجديد كمان حضرتك لأول مرة بيصدر قرار وزاري لتنظيم صناعة المناحل والنحل. هي لأول مرة، ما حصلتش قبل كده في مصر، وإن شاء الله يفعل في خلال أيام. مجرد دي جرعة تفاؤل وجرعة سعادة حضرتك قدرت تحققها لنا. بنستورد وبنسمح لاستيراد أنواع من الأغنام والماعز، معدلات أدائها عالي، إنتاجها من اللبن عالي، تأقلمها مع الظروف البيئية المصرية متميز. وبالفعل سمحنا باستيراد يمكن نوعين أو سلالتين من الأغنام وسلالة من الماعز، دي ما حصلتش قبل كده. شرفتني. حلقة ممتعة، كل معلومة حضرتك اديتها لنا فيها تفاؤل. حسيت بجد ان في تغيير بيحصل في البلد، وخاصة في الإجراءات، وما كان يحدث بالسابق من عذاب للمستثمرين أمام شبابيك المصالح الحكومية المتنوعة. حضراتكم ليكوا ألف تحية، وبرفع لكم القبعة من منبر من سيزرع مليون على النجاح اللي قدرتوا توصلوا به لإرضاء كبير للمواطنين، ومن نجاح لنجاح وبالتوفيق بإذن الله. شكرا لحضرتك وشكرا لكل السادة المشاهدين. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، شرفتني يا فندم. شكرا. بعد الفاصل هيكون معانا أحلى شباب مشروع مليون ونص فدان، هيكون معانا أستاذ عمرو أحمد محمود وأيمن صابر محمد وأستاذ محمد عبد الفتاح الكنتي. انتظروني. أحلى شباب بإيدين أحلى شباب في الكون.
جدد تحية مشاهدينا الكرام ونرحب بضيوفنا. معانا أستاذ أيمن صابر محمد، أهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا كمان أستاذ محمد عبد الفتاح الجندي، أهلا بيك يا فندم. ومعانا يعني أستاذ عمر البطل، عمر أحمد محمود، أهلا بيكم. عمر أهلا بيك أستاذ عمر. طبعا مشروع مليون ونص فدان يمكن فاز بيكم وبوجودكم في المشروع، ما شاء الله عليكم أصحاب قدرات متميزة، عقول متميزة، عندكم جلد مش موجود عند باقي شباب المشروع. خليني في البداية لو تسمحوا لي عايزة أبتدي بأستاذ عمر، هستأذنكم لأن بصراحة عرفت كده من الإعداد أن حضرتك بتحضر كل الاجتماعات ومهتم بالمشروع، وفي كل زيارة لغرب غرب المنيا حضرتك بتكون أول واحد موجود. خليني أسمع من حضرتك يعني سر قدامك على مشروع صعب بالشكل ده، مش سهل، قطاع زراعة، قطاع معروف عنه أنه محتاج جلد، مكان زي غرب المنيا بعيد صيد مصر وفي مشقة للانتقال ليه. إزاي اخترت المشروع وإزاي حسيت أنك قادر تقاوم كل الصعوبات في حين أن شباب ما عندهمش أي عوائق وشايفين أن الموضوع صعب ومش بيقدموا عليه زي ما حضرتك أقدمت بمنتهى الجرأة والقوة؟ والله وأنا شفت أن مجال الزراعة هو السبيل الإيه الأمثل أن مصر تتقدم تاني. إحنا عندنا أرض خصبة جدا مش موجودة في أي دولة، عندنا أبار أنهار من الأبار الجوفية اللي تخلينا نعمل نهضة حقيقية، وإحنا الطرق كلها تقفت في وشنا، فيش بشريه، فيش شغل، فيش حاجه. بعد اللي ورانا واللي قدامنا قلنا ايه؟ نتجه للصحراء. ليه؟ شفنا ارض حمراء، ارض طفيليه، ارض تجيب احسن انتاج. وشفنا احنا رحنا لفينا، رحت المغرى، رحت العلمين، ورحت فيوم، ورحت هناك، لقيت كل الاراضي جميله، كلها ارض تبشر بالخير. تحمست انا والناس اللي معايا وقدمنا في المشروع وكسبنا. حضرتك مجالك الزراعه ولا ده مجال جديد عليك؟ انا مدرس، بس اهلي واجدادي كلهم ايه فلاحين، وانا بحب الزراعه. بس انا الفكره كلها في ايه؟ ان احنا عايزين ايه نطلع من الوادي الضيق ده، وان ايه الامم اللي احنا عايشين فيها ده محتاجين نخرج منه، وفي عندنا فرص كتير. انا بركب العربيه من هنا وانا ماشي لغايه المنيا كلها اراضي خصبه مستويه، ازاي دي كلها بور؟ ازاي دي كلها صحراء؟ عندك انهار من المياه الجوفيه وعندي كل ده، ليه؟ ليه ده كله؟ ليه الارض دي مش خضراء؟ يعني ما حسيتش باي صعوبه في انك تشتغل في الزراعه، انك تنتقل لغرب المنيا وتبتدي تشتغل في مشروع زراعه بايدك، ما حسيتش بصعوبه؟ مش على صعوبة دلوقتي، انا مش هشتغل بايدي، احنا هنطبع اساليب زرع حديثة، الالات والكلام ده كله احنا اجدادنا كانوا بتحك عليهم، يزرع فدان 10 بايده في اساليب بدائية. لو كان طبق اساليب حديثة كان الحال بس كلها اتغير. احنا للاسف عندك اسرائيل زرع في الصخر وبتصدر لنا اجود البذور واجود الصخر، واحنا عندنا أخصب أرض وأنضف أرض وإحنا بنستورد من إسرائيل، ده عيب وحرام. فأنا إيه؟ يعني أنا وزمايلي إن شاء الله، بس للأسف الظروف غير مهيئة والحكومة مش مهيئة. أنا سمعت إن حضرتك يعني شغال على مسألة الكهرباء ودخول الكهرباء لمشروع غرب المنيا، احكي لي إيه الدور اللي حضرتك قمت بيه لحد دلوقتي؟ أقول لحضرتك الأرض عبارة عن ثلاث حاجات، طريق وميه وكهرباء، ده مثلث لو شدي منه ضلع مفيش شبابيك. ازاي دي حكومه بتقولي لي استعمل طاقه شمسيه بغرب المنيا على عمق فدان عمق كبير 90 متر وهنزل تاني 30 متر يبقى كام؟ 120 متر. طب ازاي انا هركب طاقه شمسيه هتطلع لي اللي انت بتضحك عليا وانا بضحك على نفسي؟ لازم الكهرباء توصل. تقصد وش الميه ولا عمق البير؟ وش الميه 90 متر، مسافه كبيره جدا،
طيب وهني كمان هينقطع في الامان 30 متر يبقى كام 120. لا مش طاقه شمسيه السولار. انا سمعت واحد زميل واخد في النور السلام كبير وبزرع 13 فدان بيصرف في اليوم 1000 جنيه سولار. انا هزرع 130 فدان هيشتغل بسولار يبقى مش هلاحق. هيشتغل بطاقه شمسيه مش هطلع ميه. لازم القرار توصل. انا بخاطب كل المسؤولين المشروع هيفشل من غير قرار. انت يا حكومه ما هتعمل لنا قرار ليه؟ انت درست ينفع اطلع الميه دي بطاقه شمسيه؟ يبقى انت بتضحك علينا. يبقى لا المشروع هيفشل. ومفشل المشروع ده خساره كبيره جدا. في الاف شباب دفعوا فلوس ملايين وباعوا اللي وراهم من قدامهم وراحوا غرقانين في الصحراء من غير كهرباء. الميه موجوده ماشي مالها هنحلها هنزرع ليها هنحليها هنزرع اللي يناسبها بس ازاي؟ عايز كهرباء لازم كهرباء. حضرتك يا استاذ هاجر استاذ عمر البير الارتوازي ده يعني محتاج مكنه ديزل شديده جدا عشان يقدر هو يطلع المياه بنفس العمق اللي هو عاوزه ده. ما ينفعش طاقه شمسيه لانها مكلفه وفي نفس الوقت مش هتقضي الغرض المطلوب منه. طيب ايه تحركاتكم يا فندم تجاه حل المساله دي؟ يعني ايه اللي انتم خططوه من خطوات مع الدوله بشان متطلبات المشروع وعلى راسها الكهرباء؟ وكان اخر لقاء مع كان الاستاذ عمر رحنا الريف المصري احنا محافظه من القديم قال لنا خدوا كهرباء كويس فلحنا بس خدوها على حسابكم. حسبناها كده. طب انا هدفع ايه؟ مليون جنيه في الطاقه الشمسيه؟ طب ما تدفعوا في الكهرباء بقى حاجه ايه دايمه. اوكي طيب هنعمل ايه؟ قال تقيسوا المسافه من اقرب محطه كهرباء وتوصلوا لان المسافه في غرب المنيا 120 كيلو. 120 كيلو عايزه لها حوالي 200 مليون. طب احنا 50 قطعه اللي فايزين هنلم 50. طب فين انت يا حكومه؟ طب ساعدنا ادفع نص حتى واحنا النص. لا والله دي شركه خاصه وانت تعامل معاها. حضرتك قدروا التكلفه بحوالي مليار تكلفه الكهرباء. تكلفه الكهرباء محطه يقرب يوصلها لهم عشان يعمل محطه حوالي مليار جنيه. عايزه مليار جنيه ودي كهرباء طالب منين في مصر؟ مليار جنيه. طب الكهرباء عايزه تاخد منين في مصر؟ طب زي مشروع حكومه مشروع دوله وانت بتبيع لي الكهرباء. طب انا كده كده انا مش هاكل الكهرباء مش هدفع السلك هدفع. طب هدفع تاني الخطوط اللي هتخش ينفع؟ انا هدفع مرتين ادخل الكهرباء على حسابي وادفع السلك وانت صعب. اكيد هيكون في دراسه للامر لان الدوله كل املها ان هي تلبي لشبابها متطلباتهم بشان انجاح المشروع. فيعني اكيد المساله زائد الطرق برضه من اهم الملفات اللي بيتم مناقشتها في الوقت الحالي. استاذ ايمن خليني اعرف من حضرتك البدايه كانت ازاي وازاي اقدمت على الدخول في مشروع المليون ونصف مليون فدان وهو المشروع القومي الاكبر في وقتنا الحالي رغم الصعوبات اللي يمكن كتير بيتحدثوا عنها. تمام اتفضل. الاول بنشكر البرنامج على الفرصه العظيمه دي ونشكر حضرتك استاذ عبير مهندس البرنامج. والله حال البلد اصلا احنا كفئه ذوي احتياجات خاصه فيها اولا عشان عندي تحفظ على ما يطلق لا حضرتك ذوي القدرات المتميزه مش يعني هي قدرات يعني لا معلش يعني والا 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 حضرتك بتجتهد وبتشتغل وما شاء الله عليك الحمد لله نبره صوتك كلها تفاؤل الحمد لله وبسمتك مستمر طول الوقت الحمد لله. معلش خلينا بس نعطيكم كامل حقوقكم طبعا وده من اهم الصفات في المشروع ان هم ما ميزوش بين حد اي حد من الحاجات دي ما قالوش فئه معينه وده كان بنبص له انه مخرج امل نوصل له فعلا مش هنستنى 5% ومش هنستنى فمبادرتنا ومبادره زمايلنا ان هم يقدموا وترسى عليهم فعلا ويبداوا بالاستلام بس المشاكل. طيب بس لو تسمح لي انت عارف انا عندي ضغط اتصال غير عادي وعماله اكنسل اتصالات فيا ريت المشاهدين يسامحوني. معايا استاذ محمد من الايوبيه اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام اهلا بيك اتفضل. معاك الاستاذ محمد الشلطوفي من محافظه الايوبيه. اهلا بحضرتك اتفضل يا فندم. الله يخليك حضرتك بصراحه انت معاك نماذج مشرفه
من متحدد الاعاقه، انا حضرتك برضه مدرس لغه عربيه برضه ومن متحدد الاعاقه برضه حضرتك، وبطلع برضه فوق للفصول والكلام ده كله يعني. فطبعا الاستاذ عمر والنماذج اللي موجوده مع حضرتك كلها نماذج مشرفه، احنا فخورين بيها والله العظيم، ونتمنى المزيد ربنا يوفقهم يا رب. اكيد يا فندم، ربنا يبارك فيك يا فندم. شكرا، بشكر حضرتك يا فندم على المداخله. يعني في مؤازره هو في تفاعل، لكن اسمع من حضرتك وجهه نظرك في الدخول في مشروع ربما يكون محتاج من حضرتك جلد وصبر، واكيد في معاناه. اقدمت عليه ازاي؟ احنا عندنا الاستعداد، بس يعني بنرجو تذليل العقبات. يعني الكهرباء مشكله كبيره جدا، الطريق نفسه النهارده عشان عمر نوصل الارض ما فيش طريق لحد النهارده، القطعه غرب المنيا، طريق داخلي مش واصل. مش واصل للقطعه النهارده عشان نشوف القطعه حتى، ولا مدقات. فلسه الطريق شغال، ربنا يعين. لكن يعني في طريق عمومي شغالين فيه بصراحه، بس لسه ما وصلش يعني، ما وصلش للقطعه، لكن شغالين فيه. شغالين بس بس لولا ثقة حضرتك في المشروع والتأكد من ان الطرق هتخلص ما كنتش حضرتك اقدمني. طبعا خلي بال حضرتك الموضوع يعني، معلش انت لو جيت تشطب بس شقتك ممكن تاخد منك وقت ومجهود وفلوس قد ايه؟ وده يعني اي مكان هيكون كم متر، لكن يعني مساحه ضخمه بالشكل ده. نرتبط بمواعيد ونبدا انتاج. حضرتك عايز يعني بلان واضح في تحديد للوقت بالزبط. انا هستلم امتى؟ ايوه بس هو ده المطلوب، احنا مش طالبين اكتر من كده. بس انت جاهز تستلم ان شاء الله؟ عملت دراسات الجدوى بتاعتك؟ عرفت هتزرع ايه؟ قبل المشروع اصلا يعني، المشروع بيخشش فيه غير المجموعه ولازم يكونوا متكافئين، و ده اكيد يعني، ما بيتقبلش فيه غير كده. ممتاز ممتاز. استاذ محمد خليني اسمع من حضرتك اسباب يعني دخولك للمشروع رغم الصعوبات الموجودة فيه، ورغم عزوف البعض عن الدخول فيه، بعد المسافة وبعد المية ووش المية عن الأرض وعدم وجود كهرباء وغيره من معوقات. قولي إيه اللي خلى حضرتك تتخذ قرار جريء بالشكل ده؟ الله حضرتك، أنا مؤمن بالعمل الحر أفضل وسيلة فعلا للخروج من أي مشكلة في الإنسان، هو أنه يتجه للعمل الحر. الوظيفة طبعا مقيدة لكل القدرات والإمكانيات. الأستاذ عمر يعني هو كان صاحب الفكرة وعرضها عليا، احنا أصدقاء من زمان، فأنا يعني اتحمست للموضوع أو الفكرة كلها، وخاصة كان عندي خلفية ليا زمايل كتير عندهم تجربة سابقة في سيوة وفي وادي الريان في الفيوم وفي أراضي كتيرة ونجحوا نجاح كبير جدا فيها يعني. فبدأت من هنا مشروع كمستقبل ليا ولأولادي بعد كده، وربنا يقدر حال اول ما ناخد خطوات ايجابيه ويبدا المشروع ينتج وكده، انا ممكن استقيل خالص من التربيه والتعليم واتفرغ للموضوع، لانه يعوضنا كتير عن اللي احنا فيه خالص في المستوى اللي احنا فيه. الحاجه الثانيه هو برضه في حضرتك في خطوات ايجابيه اتعملت، يعني احنا كان اخر زياره كان حوالي 15 يوم انا والاستاذ عمر كنا في الريف المصري، ومعانا برضه ناس من اللي واخدين قطع موجوده جنبنا. الناس قعدنا مع رئيس الاستاذ ميني عمر المسؤول عن قطاع الكهرباء في مصر، والراجل يعني هو ادانا بشره خير كويسه جدا ان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هي اللي اخذت انشاء المرافق في المنطقه كلها. ممتاز. فهم هيبداوا بانشاء نقطه اسعاف وشبكه محمول ونقطه شرطه اللي هي المرافق اللي هتحمس الناس انها تروح، يعني تقريبا توفير لكل متطلبات المشروع. ده اساس يعني، ده اساس كلها، وخلال هم وعدوا ان هم خلال سنه بالظبط باذن الله كل المرافق الحيويه او الاساسيه هتبقى موجوده في المكان ده، وده هيحمس الناس انها تبدا تروح ويبدا يتواجد هناك في المكان. ولكن برضه حته يعني عمر بيقول ان تكلفه توصيل المحطه الكهرباء نفسها هتخش لها في حوالي مليار للمنطقه. طبعا كل قطعتنا مثلا اللي فيها عمر معانا 250 230 فدان يوصلونا الكهرباء على راس المنطقه، على راس القطعه. الوصلات الداخليه نفسها هتخش لها في حوالي 400,000 عشان اوصل داخل قطعتي بقى انا عمدان او كهرباء والحاجات دي كلها. ف 400,000 دول انا محتاجهم دلوقتي عشان ابدا، فلما احطهم في العمدان وفي الكهرباء اشتغل بيه بعد كده، انا بركب عمدان وكهرباء واقعد في الارض. فاحنا بنقول يعني يا ريت الجهات الكهرباء الحاجات دي يعني، احنا بنقولش مش هندفع، الناس هتدفع
بس يقسطوها، يعملوا نظام تيسير في سداد الحاجات دي بعد كده، بحيث يبقى السيوله اللي عندنا نبدا نشتغل بها وننتج في الموضوع ده. يعني ده نوع من الطلب وبنرجوه برضو حضرتك توصليه للناس. بس اكيد حضرتك يا فندم شفت ان المشروع فيه مميزات جذبت حضرتك للتعاقد عليه والدخول في القرعه. طبعا. كلمني عن المميزات اللي حضرتك شفتها ودفعت حضرتك للتعاقد في مشروع المليون ونص. والمميزات طبعا اولا الارض مقننه، يعني تمليك، انا قنن رسمي وامتلك الارض. يبقى اول ميزه حضرتك بتشوفها ان اول مره يحصل تمليك للاراضي في مصر، وعشان كده حضرتك اقدم من اول دقيقه بنخش فيها ارضك. مفيش بقى مشاكل السابقه اللي كانت بتكون موجوده والنزاعات لا نزاعات، وممكن انا استصلح واقعد في الارض وارمي فيها ملايين وواحد تاني يجي يسطو عليها وياخدها من عرب او من غيري، او تيجي طبعا الحكومه هتقننها تضاعف لي العشر. انا واخد ارض من دلوقتي فيه. بالاضافه يا فندم للسعر وطريقه السداد، عدد السنوات والمساحه، فبرضو وبرضو الفدان سعره كويس 48,000، مش مبلغ كبير بجانب الموجود الحاجات المتسارعه، الى جانب طبعا البير اللي موجود في القطعه نفسها بيتعدى المليون جنيه. والله يا فندم انا دايما بقول ان سعر الارض دي هو مش هقدر اقول غالي ورخيص، هقدر اقول ان هو القيمة اللي اتاخدت دي أقل من قيمة التكلفة الخاصة بالمرافق اللي هتكون موجودة والطرق اللي هتكون موجودة. يعني أنا بقول إن الأرقام دي أو المبالغ دي ما هي سعر الأرض، يعني مش عارفة حضراتكم بتوافقوني رأي ولا لأ. لا هي يعني مش كسعر دلوقتي الفدان لو استصلح وبدأ ينتج هيعدي 400,000 مش 48,000، ولكن هو حاليا كويس بالنسبة التقسيط بعد 8 سنوات. وحتة برضو الفايدة، يعني الفايدة تقريبا 5% عمر الفايدة السداد. 5% فهي طبعا برضو موضوع الفايدة دون، هو كنا اخر لقاء اتفقوا ان الفايدة هتبقى ثابتة مش هتزيد. لا لا الفايدة ما هي استاذ عمرو، انا 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 ليه بس سؤال مهم استاذ عمر. ليه سؤال عند حضرتك. تقول ايه للشباب اللي تعزف عن العزوف عن الدخول في مشروع زراعي؟ انا شايفه حماسه وقوه وجلد عند حضرتك وتحرك، رغم ان حضرتك بتشتغل مش متفرغ، وتحرك بمنتهى السرعه والقوه في كل الاتجاهات، مش لنفسك بس، حضراتكم بتتحركوا ليكم ولغيركم علشان تقدروا توصلوا لموافقات بشان المشروع وازاله العوائق اللي عند حضراتكم. تقول ايه للشباب اللي بتمتنع عن المشاركة في مشروع بالحجم ده؟ صراحة يا استاذ هاجر انا ما شفتش شباب يمتنع، انا شفت في مؤتمر بتاع العباسية في نقابة التطبيقيين اللي كانت عاملاه لشركة ريف المصري كان موجود الاف الشباب قبل القرعة، ماشي، ما كانوش لسه راحوا شافوا الارض وكانوا متحمسين وتصفيقوا، راحوا شافوا الارض، شاف ايه؟ شاف صحراء قدامه مش 70 كيلو من بني المزار لغايه الارض، صحراء قدامه. انا كشركه ريف مصر علشان اخلي واحد زي وزي ده وزي ده يروح هناك وياخد الارض، اعمل ايه؟ هعمل له خدمات، هقول له انت هتيجي تقعد هتلاقي ميه حلوه تشرب. بس حضرتك اخدت من غير ما يكون في خدمات. انا اخدت. انت متميز. انت متميز. انت متميز وجريء وعندك جلد ولان عينيك حلوه بتشوف كل حاجه حلوه. الله يخليك. انت نورتوني وانا اتشرفت جدا باللقاء معاك النهارده. بس معلش قبل ما ننسى الحلقه. اتفضل. في رساله يعني محملنا ليا واخواننا دوله احتلت الخاصه على مستوى الجمهوريه. احنا 12 مليون واحد. ماشي، الحكومة أصدرت قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في شهر 2 اللي فات، إلى الآن لم يطبق. ليه؟ نفسينا نلاقي حد يجاوبنا. من شهر 2 لغاية النهاردة الحكومة عندما تصدر قانون لصلاحها بيطبق في إيه؟ في نفس اليوم. طيب إيه اللي أخر القانون؟ الشهور دي كلها المعاقين فرحوا جدا بالقانون واتذاع في جريدة رسمية. طب طالما نزل في جريده رسميه خلاص يطبق. تناشد قانون. تحب تناشد مين؟ اناشد المسؤولين في الدوله. ليه القانون بتاعنا اتاخر؟ ونخاطب مين؟ ليه القانون بتاعنا اتاخر؟ هو نزل. والله مناشده حضرتك في محلها علامه استفهام كبيره،
بعد ما يعني اخواتنا وحبايبنا يعني بقوا سعيدين جدا بالقانون من شهر 2 لحد النهارده مفيش تطبيق للقانون وما حدش بيقول لهم ايه الاسباب. نتمنى ان يكون في مسؤولين ياخدوا على عاتقهم مسؤولية تفعيل القانون، لأن شبابنا في أشد الحاجة لتقديم يد العون، ومش عايزين نكسر فرحتهم بإعداد قانون لصالحهم. بشكر حضرتك، اتفضل يا فندم. كلمة بعد إذن سيادتك، يعني هو كلمة برضو لإخواني من زاوية، أنا عديت الوقت وهاخد من حضرتك في لحظة، اتفضل يا فندم. أنا الرسالة لأي إنسان زي ما حضرتك بدأت، ربنا معش ذوي احتياجات، هو ذوي قدرات خاصة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة. والعاقة ليست عاقة جسد أو إنما العاقة في العقل. مظبوط. الكثير من الناس بيتحدى هذه، فعلا تحدى العاقة ويقدر يتغلب عليها. أكيد. فعندنا نماذج مشرفة منها. بقول لهم أي إنسان يقدر يستغل القدرات اللي ربنا منحها له وهبها. أكيد أكيد. الرسالة الثانية برضو، القانون طبعا بناشد رئيس الجمهورية اللي أصدر القانون ووقع عليه، وزارة المالية اللي هي معنية باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2000. يعني أنا بناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه باستمرار وقالوا العام 2018 هو عام باستمرار يعني مبادرة لمست قلوبنا كلنا ومهتم بيكم بشكل خاص. وأنا بناشد سيادة الرئيس وبقول له ما زال القانون اللي سيادتك أمرت به لم يتم تفعيله، اللائحة التنفيذية شبابنا بيعانوا وبيئنوا وبيرجوا من حضرتك إنك تفعل القانون، وبإشارة واحدة من حضرتك إن شاء الله الإجراءات التنفيذية واللوائح التنفيذية بتاعته هتكون فعالة. مشاهدينا الكرام، النهاردة تشرفنا بعظماء شرفونا في الاستديو، شرف كبير لينا حضوركم، وأنا سعيدة إن أنا اتقابلت معكم النهاردة. بشكركم على التشريف، ومشاهدينا الكرام نلقاكم على ألف خير في نفس الميعاد غدا بإذن الله. تحياتي. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفرة تخدرها وساعدنا بإيدنا.